يا مساء الورد والجمال والهنا على كل مشاهدينا مشاهدين قناة اي تي سي وبرنامج انتي. مساء الورد والجمال عليك يا نور، مساء السعادة عليك يا مي، ومساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا. حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. خلوني افكركم بارقام التواصل الخاصة بينا اللي هتكون موجودة قدامكم على الشاشة، وكمان تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق صفحتنا على فيسبوك اي تي سي تي في. دايما بفكركم بالحاجات دي علشان تشاركونا دايما في مواضيعنا وتقولوا لنا ارائكم. بس قبل اي حاجه، ميكي وحشتيني يا ماما. انا بدلعه اقول لها ميكي معايا يا جماعه، معلش جت كده بقى اسم الدلع يا جماعه بتاعي. ايه الاخبار؟ الحمد لله يا نور، كله تمام. اصباح حلو ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. وبادئينه برده كده بطاقه ايجابيه، وبادئينه كده بحماس. واول خبر معانا بقى يا نور عازفه الكمانجه، قولي لنا عليه. عندنا خبر حلو جدا، خبر عن عازفه الكمان المصريه سلمى سرور، واللي طبعا اتميزت جدا في موكب المومياوات الملكيه اللي كانت مشاركه فيه، وكلنا وقتها أشادنا بيها وبموهبتها. سلمى من كام يوم انضمت كعازفة أساسية في أوركسترا دولسواس غوموند بسويسرا، ودي واحدة من أهم الأوركستراز اللي موجودة في أوروبا، يمكن تقريبا من 1918 بادئ، ومكانه موجود في سويسرا، ويمكن اسمه معناه السويسرية الناطقة أو السويسريون الناطقة بالفرنسية. فحاجة جميلة جدا قوي قوي. بصي صغنونة ازاي وجميلة، حاجة بجد فعلا مشرفة. بنبارك لسلمى سرور البنوتة الجميلة اللي يدوب لسه عمرها 20 سنة، يعني هي أصغر واحدة تنضم للأوركسترا. ده علشان هي فعلا موهوبة وتستاهل أكتر من كده. دايما بنات مصر يا جماعة كده مشرفينا في كل مكان وفي كل المجالات. ربنا يوفقك يا سلمى في مشوارك الجديد، وترفعي اسم مصر كمان وكمان، ونتشرف بكل المصريات اللي بيشرفونا يا نور في كل المجالات. البنات المصريات دايما متميزات في كل مجال بيكونوا فيه زي ما انت بتقولي يا مي. وحلوة قوي فكرة انه عندنا برضو بنات بتوصل للعالمية عن طريق الفن، مش كل حاجة كورة كورة. ما هم الولاد واخدين الكورة حكر عليهم، والشباب واخدين الكورة حكر عليهم، لكن بقى احنا بنتكلم بقى عن الفنون وكمان الرياضات اللي بيشارك فيها الستات. فبصراحه هم متميزات سواء بقى في الفن زي سلمى كده، وكمان في الرياضه. فيعني اتمنى انه كلنا نشجع بناتنا، وكلنا ندفعهم ان هم يبقى عندهم، لو هم عندهم موهبه ننميها، نعلمهم اكتر فيها. يعني لو هي رياضه يروحوا النادي ويتمرنوا ويواظبوا على التمرين، ما يسيبوش التمرين ابدا تحت اي ظرف من الظروف، ولا ثانويه عامه بقى ولا كده. احنا قلنا انه مهم قوي انه جنب كمان مذاكره ثانويه عامه ده التمرين بالظبط. وكمان برضو لو في مواهب فنيه برضو يروحوا يتعلموا، سواء بقى مزيكا رسم وحاجات تانية كتير يعني. طبعا طبعا احنا زي ما متعودين كده في معظم الحلقات، يعني بيبقى عندنا جوسبس كده بالظبط، اخبار كده بتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. بس احنا بنحب نبين دايما للناس الحقيقه يا جماعه، نجيب الخبر ونقول يعني الناس بتقول ايه، علشان لو كان صح اوكي بنقول صح، لو كان غلط بنقول غلط بالظبط. هو الخبر الصراحه برضو الناس كتير اتكلمت فيه وتناولته. يعني من كام يوم شفنا كده خبر انه الفنانه جوري بكر، او يعني مكتوب على الاكونت بتاعها انه طلاق الفنانه جوري بكر، والكلام ده نزل من خلال منشور ليها على صفحتها على الانستجرام، مكتوب: وجعل بينكم موده ورحمه، تم الانفصال بيني وبين الرجل المحترم زوجي، وبتمنى لي كل الخير، ارجوكم مش عايزه حد تواصل معايا في اي تفاصيل لاني مش هرد على مكالمات وشكرا. طبعا يا جماعه زي ما احنا عارفين بسرعه جوري بكر خرجت وقالت ان حسابها ده معمول له هاكينج، وفي حد نزل الكلام ده غيرها، وان الكلام ده غير صحيح بالمره، وان هم علاقتهم كويسه ومفيش اي حاجه من الكلام ده. حتى نزلت صوره هي وجوزها وقالت: ربي يحفظنا ويخليك ليا. لحد هنا كويس. المشكله بقى اللي قلبت الدنيا فعلا انه في فتوى غريبه جدا اتقالت بخصوص خبر طراء جوري بكر، والناس يعني هم بيطلعوا فتاوي يعني اللي حصل يفتوا ويطلعوا فتاوي، يعني مش كفايه بنفتي ونقول ان الست اتطلقت، لا بنطلع فتاوي كمان في الدين اصبحنا نبطل بقى الطلاق. لا هو اللي حصل انه يعني احدى الاعلاميات المعروفات طبعا علقت على الخبر وقالت: انا عارفه يا جوري انك حامل، والحامل لا تطلق، راجعي شيخ علشان كده طلاقك باطل. وهنا حرفيا الدنيا قامت ما عادتش زي ما قلنا، الناس بداوا يشيروا الكلام ده ويسخروا منه، والموضوع اتحول لجدل كبير بينهم. خلونا نعرف راي الشرع فعلا
فعلا ورأي الدين فعلا في الموضوع ده. معانا الشيخ أحمد المالكي أحد علماء الأزهر الشريف، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا مولانا، منورنا في إنتي. إزيك يا فضيلة الشيخ؟ حقيقة يعني أنا يعني مستغرب من الكلام ده، إن بعض الناس يجي يتكلم ويقول لك تلاقي الحامل لا يقع، مع إن إحنا لما نيجي ننظر للمسألة إحنا عندنا طلاق نوعين، طلاق حاجة اسمه طلاق سني وطلاق حاجة اسمه طلاق بدعي. الطلاق السني ده إن الإنسان يطلق زوجته في طهر وهي طاهر، لكن بشرط لا يمسها في هذا الطهر. يكون الشرط إن هو لم يمسها في الطهر. اللي هو لو مسها في الطهر أو هي حامل ده اسمه طلاق بدعي. هل الطلاق البدعي يقع ولا لا يقع؟ خلاف، لكن رأي الجمهور وما تأخذ به مصر ودار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف أنه واقع. تمام. طيب، وده رأي الأئمة الأربعة، لكن طلاق الحامل رأي الأئمة الأربعة أنه يقع، ده طلاق سني وليس طلاق بدعي. وبعدين أنا عندي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف بذلك. فسيدنا عمر راح قال له رسول الله ابني طلق امرأته وهي حائض. فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. هي تكون طاهره يعني. لازم تكون طاهره او حامل. تمام. طيب كده بقى بتبقى عده يا مولانا، عده الحامل بتبقى بتختلف عن عده اللي ما تكونش حامل يعني؟ طبعا، يعني احنا ربنا قال في الايه وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. يعني دلوقتي هي طلقت وبعدين العده بتاعتها ايه؟ قال والله العده دي اذا وضعت الحمل، يعني لما تولد يبقى كده انتهت اللي ايه؟ واحنا عندنا حديث يعني سواء طلقت في الشهر الاول من الحمل او طلقت في الشهر السادس او السابع من الحمل، العده ثابته 9 شهور لحد ما تولد. واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، وهذه هي الايه في القران. فانا عندي، فانا حقيقه بس انا اتعجب من الناس اللي هي تبدا يعني تتكلم في دين ربنا وفي الشرع وما الى ذلك ويحصل البلبله. ودي فتنه، انا شايف دي فتنه كبيره جدا. ان الانسان يجي يقول فلان دي طلاقها صحيح او ليس صحيح. احنا بنقول يا جماعه مسائل الطلاق يرجع فيها لمؤسستين فقط لا ثالث له، دار الافتاء المصريه ولجنه الفتوى بالازهر. انا عندي 234 لجنه موجوده على مستوى جمهوريه مصر العربيه. احنا عندي في كل محافظة اكتر من لجنة، وعند دار الافتاء المصرية ولها افرع كثيرة جدا في جمهورية مصر العربية. انا ما على الانسان الا يتفضل يروح ويسأل هناك ويتكلم، بدل ما نقعد الناس تطلع فتاوى باطله بالطريقه دي. عندنا الازهر بجلاله قدره، ليه نطلع فتاوي وليه نمشي ورا السوشيال ميديا وليه ناخد فتاوانا من السوشيال ميديا ويبقى كلام غلط؟ طب ايه فضيله الشيخ شروط وقوع الطلاق بشكل طيب عام، يعني بعيدا عن الحاله اللي احنا بنتكلم؟ احنا مش عاوزين يعني، خلينا نقول كده اولا يا ربنا يحفظ الطلاق عن بيوتنا جميعا. يعني يا رب احنا لا نتمنى طبعا الناس يهدم بيتها يعني. طبعا دي حاجه، لان بتبقى كارثه. لكن خلاص استحاله العشره. خلينا نقول يا جماعه لما نيجي نتطلق زي ما احنا دخلنا بالمعروف بالحب والاحترام والموده، الناس تخرج بالحب والموده والاحترام. طبعا. وسبحوهن صراحا جميله، يعني حتى رب العالمين لما قال المت مش 1+1=2، لا هو قال لا معاها في الطلاق يعني اداها حقها وزياده. وسرحوهن صراحا جميله. طيب احنا خلاص استحاله العشره وهنبدا نطلق. الاصل ان الانسان يطلق في طهر لم يمسها فيه. حلو. ويقول ان الانسان يكون عاقلا، يعني واحد رمى اليمين وهو زال عقله مثلا. هل الطلاق يقع؟ مجنون. يعني ايه زال عقله يا فضيله الشيخ؟ يعني عقله مش موجود، ما اتجنن. متعصب لحد ايه يا يعني؟ هل العصبيه الشديده ممكن تعتبر يعني غياب عقل؟ الغضب ثلاث انواع. تمام. مثلا على سبيل المثال الغضب ثلاث انواع، في غضب شديد جدا الانسان مش عارف يقول له يا ابني انت طلقت، يقول لا يا ابني والله ما طلقت. يا حبيبي انت قلت، ما بيبقاش داري باللي قاله، يقول انا مش فاكر حاجه، انا ما قلتش. انا ما قلتش حاجه. فده كان ايه؟ كان غضب شديد جدا جدا. وسيدنا النبي قال لا طلاق في اغلاق. اغلاق يعني ايه؟ يعني خلاص اغلق على عقله، هو مش شايف حد قدامه خالص نهائي. تيجي تفكره يقول لك انا مش فاكر. ماشي. هنا الطلاق النبي قال لا يقع، لان عقله اصبح مش موجود دلوقتي. تمام. ايه الحاله الثانيه اللي ممكن نحسبها غياب عقل؟ عندي حاله بقى اللي هو التوسط، اللي هو الغضب لا شديد قوي ولا اللي هو الغضب البسيط. هنا العلماء اختلفوا هل يقع ولا لا يقع. واخد بال حضرتك؟ الغضب بقى البسيط اللي هو العادي
واحد بيتنرفز من اقل حاجه فراح رمى اليمين، فالعلماء قال لك هنا ايه؟ لا هنا يقع، لان العقل بتاعه موجود والانسان سليم، هو فاكر وعارف بيقول ايه، وهو يقول لك انا ايوه انا طلقت وانا عارف انا بقول ايه. واخد بال حضرتك؟ فده الغضب البسيط اللي بيتكلم فيه. ده راي من ضمن الاراء، وفي راي تاني برضو. لا احنا بنتكلم الاراء، الراي اللي هو اختلف فيها العلماء، اللي هو الطلاق الشديد، الغضب الشديد. أيوة. تمام. الغضب الشديد ده ما فيهوش خلاف، ده لا لا يقع. لا تاني حاله بقى. تاني حاله الوسط هنا في خلاف. طيب مولانا، الناس اللي عماله على بطال تحلف يمين طلاق، يمين طلاق لا انت واكل، يمين طلاق لا انت شارب، يمين طلاق لا انت جاي قاعد طيب بيت عندنا، الناس دي ايه بقى؟ ما نقدرش نطلق احنا عندنا في الفقه كان دايما يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا يا اخوانا الراجل اللي بيحلف على طول بالطلاق على المليان وعلى البطال، عليا الطلاق تعالي اشربي، تعالي على الطلاق ما انت ماشي، على الطلاق مش عارف كده، بيقولوا يمين الفساق. ده راجل مش ليه؟ لانه دايما معرض لمراته للاهانه بالطريقه دي. صحيح. ده انسان مش صالح. صحيح. خلاص؟ طيب احنا بقى اللي بيقول عليا الطلاق ده هل يقع، هل هو فعلا طلاق ولا مش طلاق؟ المفتى به في مصر، احنا عندنا خلاف بين الفقهاء، وانا الحاكم له الحق ان هو ياخد براي من الاراء، والا هنسيب الناس كده. لا، فالقضاء هنا عندنا خد براي ودار الافتاء المصريه فتوى بالازهر، اخذوا بالراي اللي هو اللي بيقول عليا الطلاق من باب التهديد، دي كفارته كفاره اليمين. طب ايه كفاره اليمين؟ اللي هو يطعم 10 مساكين. فطول ما انت بتحلف الفقراء هيبداوا ربنا هيكرمهم ويرزقهم من وراك. ايه طيب 10 مساكين. لكن احنا بنقول هل ينفع اللي انا اعرب بيتي للخطر بحاجه زي كده؟ لا طبعا. ان انا عشان ممكن لسانه هيتعود عليها يا فضيله الشيخ، وهتفلت منه في مره ويقولها وتقع. ايوه هو ده. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما يقول ايه؟ امسك عليك هذا، اللي هو اللسان. صحيح. اللسان ده امسكه، والا بعد كده بعد ما بيطلع يقول ايه؟ يقول ولادي وبيتي ومراتي وانا نفسي وخلاص، يكون الدنيا خربت. طب ما انت كان ربنا مديك لسان تحطه جوه بقك، ليه بتطلعه؟ صحيح. يعني هي دي اشكاليه كبيره جدا. ثانيا انت هل من المعروف اللي انا اعرض مراتي كل شويه لايمان الطلاق؟ يعني طبعا. انت وانت بتقول وانا بتجوز على كتاب الله وسنه رسول الله، هل كتاب ربنا وسنه النبي قال لك تعاملها تحلف بالطلاق على طول تخليها عايشه فوق هي مراتك ولا مش مراتك؟ هل ده من المعروف؟ لا طبعا. طب معروف. طب لما ربنا يقول وعاشرهن بالمعروف، انت نفذت تعليم فين المعروف؟ فين المعروف في كده فعلا؟ ما فيش معروف جدا جدا. الست بتبقى قاعده قلقانه. أيوة. يقول لك هو انا مراته ولا مش مراته؟ القلق ده نفسه بحد ذاته ظلم. طبعا. يعني طبعا. انت بتظلمها، فيقول لها انا ظلمتها، ده انا حلفت. ايوه ما انت عايشتها في قلق. اللي هي تقول لك هو انا مراته ولا مش مراته؟ ما هي تيجي تقرب منها فتقول لك استنى، ما انا ما اعرفش انت مراته لانها فعلا شك في حالها. اذا ما حدش يعني ما تبقاش سهله، ونصيحه حضرتك للناس انه ما يبقاش سهل فكره الحلفان باليمين، لانه الزوجه نفسها بتحس انها مهدده في حالها. خلينا نقول ان ربنا ادالك العصمه في ايدك. ايوه. فانت انت رجل، فيعني الرجال قوامون. القوامه دي لها شروط طبعا، يعني مش كده الشروط. ليه ان تكون رجلا؟ لو سمحت اثبت رجولتك دي، بس رجولتك وانت بتثبتها مش بالغضب، مش ونحب بالزعل، فضيله الشيخ امال بايه انتوا عاملها في أيوة. فضيله الشيخ احمد المالكي، خيركم لاهلي وانا خيركم علي افضل الصلاه والسلام. احسن حاجه نقدر نختم بيها كلام فضيله الشيخ انه خليك راجل، يعني ما فيش اي حاجه تانية ممكن تتقال. ازاي تقدر تحافظ على بيتك؟ ازاي تقدر ان انت تمسك لسانك؟ ازاي تقدر فعلا يبقى معاك القوامه بالشكل اللي الدين قال عليه؟ بنشكرك جدا جدا فضيله الشيخ. وزي ما شفنا برضو فعلا يعني اللي هو ايه، ما ينفعش نمسك بقى لساننا على السوشيال ميديا. وخلوا بالكم الفتوى اللي انتوا هتفتوها على السوشيال ميديا دي، وحد واثنين وثلاثه والله اعلم كام واحد شاف الفتوى دي هياخد بيها، اعتقد ان هيبقى ذنب كبير قوي قوي قوي. بالظبط، لان مش كل الناس هتتحرى الدقه، فاحنا لازم نكون القدوه وما نبقاش بنقول حاجه واحنا مش متاكدين منها. مهم قوي كمان ان احنا نبعد شويه عن الفتاوى طبعا. نخلي الفتوى لاهلها. مرحله الخطوبه، نتكلم عن الخطوبة. هنتكلم على مرحلة الخطوبة. وما أدراكي ما مرحلة الخطوبة يا نور؟ طبعا موضوع تاني مهم قوي بقى فعلا بجد، عايزين نتكلم مع البنات فيه، وإنه مرحلة الخطوبة ساعات ناس بتحب تخليها تبقى طويلة وناس بتحب تخليها تبقى قصيرة. مرحلة الخطوبة من المراحل المهمة اللي ما ينفعش إن احنا نغفلها أبدا، خصوصا المرحلة دي المفروض نكون فيها مركزين قوي، مركزين كويس جدا، إن احنا نفهم الشريك، نفهم طباعه، نشوف إذا كان فعلا احنا
متناسبين لبعض، هنقدر نكمل مع بعض، هنقدر نعيش، نتفاهم، نفتح بيت سوا ولا لا. بجانب ده برضو بتبقى مرحلة يعني رومانسية كده، وفيها حب وفيها مشاعر وفيها مفاجآت ومواقف حلوة. بس ساعات ممكن نعمل أخطاء في الفترة دي تبوظ الدنيا. عشان كده احنا عايزين بقى نتكلم للبنات ونقول للبنات الحلوين على شوية أخطاء ياخدوا بالهم منها، وبلاش يعملوها في فترة الخطوبة أيا كانت مدتها، بلاش تعملوا الأخطاء دي عشان الأمور كده إيه تعدي وتمشي بسلام. وما تقولوش مي ونور ما قالوش بالظبط كده. يعني نخلي بالنا بقى يا جماعة، ونركز قوي قوي في المرحلة دي، وكل واحدة كده تجيب ورقة وقلم وتكتب ورايا ست الكل. أول خطأ لازم تاخدي بالك منه، اوعي اوعي تتصنعي وتتظاهري بشخصيه عكس شخصيتك الطبيعيه. لو في بنات بقى بتعمل ايه بقى، تحاول ان هي تركب زي ما بنقول وش خشب كده، وتعيش في دور بقى البنت الايه الناضجه العقله بزياده، وتعمل ان هي فاهمه كل حاجه، بس موقف ورا موقف الشخصيه الحقيقيه بتبان، مش هنعرف نركب الوش ده مده طويله. ساعتها بقى مش عايزه اقول لك الموضوع هيبقى عامل ازاي. عشان كده مهم قوي 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 ان انت تكوني انت من غير تصنع. بالعكس، اللي هيحبك هيحبك بشخصيتك كده، مش لازم بقى نعمل فيها قبل النظره. مالها الشخصيه الفرفوشه اللذيذه اللي هي شخصيتك الجميله؟ وانا بؤمن جدا جدا انه كل بنت قاعده بتتفرج علينا دلوقتي او ست جواها شخصيه فرفوشه، وقت الجد بتطلع يا نور. بالظبط كده. وقت الجد بتطلع، دي الترجمه. ده ايوه. امال ايه يعني نوره جنزير. دي كانت الشخصيه. لا، هي كمان وقت الجد بتطلع. وعلى فكره في بعض البنات ما بيبقوش عارفين ان هم جواهم الشخصيه الفرفوشه دي، عارفه كده؟ ما بعيد عنك يا حبيبتي. تبقى مثلا طول عمرها مركزه كانت في المذاكره، وممكن تكون عملت ماجستير او مركزت في الشغل قوي، ونسيت خالص ان هي ممكن يكون جواها فعلا شخصيه الراجل فرفوشه. الراجل هو اللي بيطلع من جواكي الشخصيه الفرفوشه دي، او ممكن يكبتها. ما هي في الخطوبه كدا. يكبتها ويحبطها، عارفه؟ يكبتها ويحبطها. فول مدمس. لا لا لا، بس هي في الخطوبه لسه، هي في الخطوبه لسه، هي مش المفروض هي ما تستناهوش هو اللي يطلع الشخصيه. فكي كده. هي انت فكي، انت خليكي كده على طبيعتك، دوري على طبيعتك اللي جوه، لان خدي بالك ان اللي جواكي قوي ده اللي نايم جوه وساكت خالص، ده هو ده اللي هيبقى معاكي السنين اللي جايه كلها. بيني الحلو والوحش. بالظبط، هو اللي بعد والله الضغط هو بعد تقبل الوحش ده. اهلا وسهلا. ما تقبلش، مع السلام. هنمثل وبعد كده هيحصل مشاكل كتير قوي بعد الجواز، والحاجات بقى اللي احنا بنتكلم عنها كل يوم دي يا نور هي الغنى عنها. مش عايزين كده، انت خليكي كده ايه فعلا بطبيعتك اللي جوه بره. دي اهم حاجه في فتره الخطوبه، انك تبقي حقيقيه وكمان خطيبك يكون حقيقي. تاني بقى غلط بنات كتير بتعمله في فتره الخطوبه، انها بتبدا تتخلى عن اصحابها، يعني تعمل انجيجد من هنا وفجاه تختفي، ما تبقاش موجوده، لانه مثلا خطيبها مش مرتاح ليهم، او بيغير عليها، او مش عايزه تخرج لوحدها، او مش عايزه تخرج معاهم، يعني تخرج لوحدها من غيره معاهم. حاجات كده غريبه بصراحه بتحصل، وحاجات يعني احنا عايزين نقول عليها لطيفه، لان احنا ساعات بنعتبرها ان هي خوف وبتاع ودلع، وان هو خايف عليا وغيران عليا. لا، اوعي تتخلي عن صحابك لاي سبب من الاسباب، لانه في الاول وفي الاخر صحابك هم اللي هيكونوا حواليكي، هم اللي هيساعدوكي، هم اللي هيفرحوا بيكي في فرحك، هم اللي هيعملوا لك هيصه وقت ما انت بتتجوزي، وهيعملوا لمه حواليكي وهيحسسوكي بالعزوه. وبعد كده كمان يعني بعد كده لما تكوني في حاجه، او قبل كده كمان، يعني في كل وقت انت فيه في حياتك، لازم، مفيش حد في الدنيا بيعيش من غير صديق او من غير صاحب. الصاحب والصديق هم اغلى حاجه في حياتنا، فاللي بيلاقي صاحب كويس قوي ما ينفعش انه يفرط فيه. زي ما انت مش هتقولي لخطيبك سيب صحابك، او سيب الصاحب ده، او ما تتكلمش مع الصاحب ده، او ما تخرجش مع الصاحب ده، انت كمان خليكي عارفه ان صحابك خط احمر، ما تحطيهمش على جنب. وبعض البنات برضو يا مي في فترة الخطوبة بينشغلوا، عشان برضو نعذرهم، يعني بينشغلوا فكرة تجهيزات الجواز، بتبقى عايزة تعرف على خطيبها أكتر، فبتروح مثلا زيارات للعيلة الناحية التانية أو كده. فما تخليش برضو ده يسحبك من صحاباتك، حاولي على الأقل تبقي على تواصل معهم عن طريق التليفون، وتشرح لهم وتقول لهم قد إيه أنت ممكن تكوني مشغولة في تجهيز الفترة اللي جاية، أو في تجهيز الجواز. مش إنه بجد من أكبر النعم اللي ربنا بينعمها علينا في حياتنا
ان انت يبقى عندك صاحبه مخلصه. والله انت مش متخيله دي نعمه كبيره قوي 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 قد ايه. حصل مشاكل بقى بينهم يعني، او مثلا هي زعلت منك او كده، حاولي ان انت تحافظي على صاحبتك دي اللي انت متاكده طبعا ان هي صاحبه كويسه ومخلصه ليكي، وفي نفس الوقت حافظي على خطيبك وما تزعليهوش. حاولي بقى ان انت تعملي ايه البالانس ده بالظبط. هنقول لكم بقى على بعض الاخطاء برده تاني اللي ممكن تعمليها. في بقى خطا البنات بتعمله بقى وتقعد عامله البانه في بقها، تقعد تتكلم على خطيبها كتير طول الوقت، بتتكلم عنه وعن انجازاته وعن شخصيته في اي تجمع عائلي. بصوا يا بنات جاب لي ايه، بصوا يا جماعه المسج اللي بعتها لي، بصوا اصلي مش عارف ايه، بصوا خرجني فين، بصوا عمل لي ايه، ويبقى هو شغلها الشاغل، مفيش حاجه غيره وما بتتكلمش غير عليه. ده مش صح خالص. ليه بقى؟ خطيبي اولا هتخلي الناس تمل منه ومن سيرته خالص بقى، وتزهق من كتر كلامك عنه وعن كل يعني اي حاجه تخصه، وممكن كمان تبدا بقى ايه التريقه تشتغل، يسخروا منه ويهزروا بقى ويقعدوا يتريقوا عليه. طبعا هتقولي لنا عليه كذا، طبعا هتقولي لنا جاب لك كذا، طبعا خرجك في مش عارف ايه، وتفضل حاطه الدبله في كل الصور على السوشيال ميديا. خليكي عاقله كده وراسيه، سيرته تيجي حبيبتي على القد، او على يعني حد سالك عليه ماشي ردي كلمه ورد غطاها، تقعديش بقى تتكلمي عنه كتير قوي 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 مع الناس، تيجي سيرته تفضلي بقى ايه القعده كلها تبقى عليه. اولا هتتحسدوا، والله هتتحسدوا. تاني حاجه هتزهقي الناس منه، وممكن بقى اصحابك يبداوا يغيروا بقى من علاقتك بيه، وتبدا بقى النفسانه تشتغل ويبدا الحقد يشتغل. لا اقدري على شمعتك تقيد. الهضبة ايه المدام اتفتحت السيرة اخد ودي لنص الليل. لا بلاش نعمل كده. لا مش عايزين نص الليل، حتى نص الليل انا وهو انا وهو بالظبط كده، انما مش عليه. اخر حاجة اوعي تلغي شخصيتك علشان ترضي خطيبك، ومش بقولك انك تبقي ضده، لا بتبقيش بس اهم حاجة نسخة كربون من خطيبك. يعني انا بحب كذا تبقي انت بتحبيه، انا عايزة انزل في كذا تبقي انت عايزة تنزلي فيه، انا بفكر كذا يبقى انت تفكري فيه. لا مش صح خالص. وانا كمان بالظبط، مش وانا كمان خالص، مش انا كمان خالص. الصح ان احنا نبقى عندنا شويه اختلافات، لان الاختلافات دي هي اللي بتكمل بعضها، هي اللي تخلي الحياه تبقى متوازنه. انما لو كربون هتزهقوا، هتملوا، هتنفروا من بعض. ما تعملوش كده خالص، خليكي كده ليكي شخصيتك وليكي رونقك الخاص. هتقولي لنا عندنا ايه النهارده؟ هقول لك عندنا ايه النهارده. واحنا عايزه اتمنى كل التوفيق لكل البنات اللي في مرحله الخطوبه، وان هي تركز كده، ركزي وادرسي الوضع مظبوط، ولا تتسرعي قوي ولا تطولي قوي، يعني خلي فتره الخطوبه بينكم معقوله علشان تبدا الدنيا ايه تمشي كده في سلام، وربنا يوفق كل البنات الامارات اللي بيشوفونا النهارده. النهارده بقى يا جماعه معانا لقاء مميز جدا مع الفنان القدير محمود عامر، صاحب المشوار الفني الطويل، واللي الحقيقه قدر يقدم لنا ادوار مختلفه، وكمان اخرها مشاركته في مسلسل المداح. هنعرف منه كل التفاصيل الخاصه بمشواره الفني والانساني كمان، وهنعرف سبب اختفائه عن السينما لفترات طويله، وايه الجديد اللي بيحضر له الفتره الجايه، وهندردش معاه اكيد برضو في حوارات الستات والرجاله. يا نور مش معقول ان هيطلع منها كده مبلوش. لا 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 بالظبط، وخصوصا الفنان محمود عامر ليه كمان اراء مميزه جدا في العلاقات الزوجيه والحياه الزوجيه، وازاي الواحد يحافظ على بيته. هنعرف منه كل التفاصيل الفنيه، وكمان هناخد رايه في الحاجات الحياتيه اللي احنا دايما بنكلمكم فيها. كمان معانا فقره مع المهندسه ومصممه الازياء تسنيم الخولي، اللي عامله مبادره بعنوان صنع في مصر، ودي مبادره شبابيه لدعم صناعه الغزل والنسيج. هنعرف حكايه المبادره وتفاصيلها بس بعد لما نرجع من الفاصل ونبدا معاكم فقراتنا. خليكم معانا. منورنا بقى النهارده في فقرتنا فنان قدير،
كل دور عمله ساب فيه بصمة وعلامة مميزة جدا. كل دور عمله احنا فاكرينه ومطبوع جوانا وجوه ذاكرتنا. شعاره دايما بكرة أحلى بإذن الله. بدأ مشواره كمذيع في القناة الثانية بالتلفزيون المصري ببرنامج الحقونا، مين يقدر ينسى الحقونا؟ وقدر يعمل قاعدة جماهيرية كبيرة ليه من خلاله. وبعدها دخل مجال التمثيل من أوسع أبوابه وقدم أدوار كتيرة واشتغل مع نجوم كبار. والأهم كمان إن هو عمل عيلة وأسرة فنية جميلة. معانا ومعاكم النهاردة الفنان القدير الجميل محمود عامر، واللي هنعرف منه كل الكواليس الخاصة بمشواره الفني والإنساني. أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. اهلا بيك يا نور. نورك يا نور، وانت نور، ومنى ربنا يا رب يخليك ويبارك فيك. وميرسي جدا على الكليب الجميل ده وعلى كلامك الاجمل. يعني نورتنا وشرفتنا وكترتنا النهارده في استوديو انت. والحقيقه عايزه اقول لك الاول كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد الاب الاول قبل اي حاجه، ورجعالك في الحته دي. بس خليني اسالك الاول عن عم جميل في مسلسل المداح. احكي لنا عن كواليس العمل والدور جالك ازاي وتفاصيل. اولا من كرم ربنا عليا انه عرفني بشاب جميل سيناريست اسمه امين جمال. امين جمال قابلني من حوالي 4-5 سنين. قال لي انت فين يا استاذ محمود؟ يعني هو انت هتقضي عمرك في الدوبلاج والتلفزيون في الاذاعه وكده يعني؟ قلت له والله ابدا، يعني هذا هو المعروض. قال لي طيب ما تعمل، ما اعرفش. قلت له حد قال لي تعالى؟ وانا قلت له لا. قال لي اصل في ناس بقى بيغالوا في الاجر ومش بيغالوا حاجات منه كده. قلت له يا عم انا عايز اشتغل. اجر ولا مش اجر، ما كده كله خدت كتير رايح خدت قليل رايح. لكن انت بقى احساسك كفنان وجودك هو ده المتبقي. يعني الفلوس مهما كانت قليله كتير بتروح. ممارسه الهوايه نفسها او ممارسه الموهبه نفسها. فقال لي يعني لو انا رشحتك في حاجه بتاع. قلت له خلاص اعتبرني يا استاذ موافق، مضيت خلاص. فكان اول حاجه بيعملها ولدينا اقوال اخرى مع النجمه الجميله يسرى طبعا، وعمل حاجتين تمام، يعني كان ضيف شرف كده. الى ان جاءت الفرصه في المداح مع كرو في حب جميل يجمعهم وفي رغبه شديده للنجاح. حماده هلال ربنا صارف له يعني مع حفظ الالقاب. يعني لما بيبقى في موجود في البلاتو ومع مخرج جميل احمد سمير فرج، ما بتحسيش ان انت بتمثلي، تحس انك قاعده في بيتك. استاذ احمد يعني صوته ده ما بيعلاش مثلا 2 فوليوم او 3 فوليوم. الله. حماده هلال يتعامل معاكي على اساس ان انت نجمه العمل مش هو. فلما عرضوا علينا عم جميل كان الجزء الاولاني، انا لما قريت الورق قلت لهم يا جماعه ابشركم بان هذا المسلسل سيكون الحصان الاسود في رمضان. وحصل. اقسم بالله قبل ما اي حاجه. وحصل طبعا. الجزء الثاني لما جاء قلت لهم اذا كان الاولاني الحصان الاسود فده هيبقى الحصان الاسود والبني والابيض ولو هناك الوان اخرى يعني. الجزء الثالث لما قريت، لانك بتقري الحلقات قبل ما بتخش يعني، انا اتلبشت. الجزء الثالث ترند من اول يوم رمضان. انا قلت لهم ده هيعمل قلق غير عادي في رمضان. ومفيش مسلسل بينجح في الجزء الاولاني وتلاقي التاني مثلا في نفس القوه، لا تلاقيه اقل شويه بتاع. لكن بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحفظهم ويحميهم. يعني هناك جزء رابع، يعني احساسي بيقول لي كده ان في جزء رابع يعني. فشخصيه عم جميل دي دخلت قلوب الناس بطيبته وبحبه لاسرته وبحبه لصابر المداح والاستاذ احمد بدير. يعني كان فضل ربنا عليا ان انا عملت هذه الشخصيه. طب يا عم جميل تعال نشوف كده حته من المسلسل ونشوف عم جميل في المداح ونرجع من تاني. يعني الواحد فعلا اندمج مع المشهد وافتكر فعلا الواحد برضو يعني علاقته بربنا يعني لا يعني هزنا. والطيبه اللي على الوش دي والتأثر والشخصية فعلا كانت جميلة، وقدرت ان انت كمان تحافظ عليها في الجزئين. كلمنا عن المشهد الجميل اللي احنا شفناه ده. المشهد ده تحديدا انا على المستوى الانساني بحب الاستاذ احمد بدير جدا يعني. تحية الفنان طبعا الجميل احمد بدير، لانه له موقف معايا يعني بذكره فيه بكل خير في بداية حياتي الفنية خالص، وما كنتش اعرفه ولا يعرفني. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا اترشحت في عمل وبعدين اتشلت يوم التصوير. ياه.
فقابلني احد الممثلين راح مطلع عليه استاذ مفتوح العماره، قال لي فيه، قلت له ما اعرفش، قالوا لي الدور اتشال ازاي اذا كان ده الدراما كلها مبنيه على اسمها يومين لله. واحد بيعمل غسيل كلى، فالناس اللي في المستشفى بيكسبوا من وراهم كده، فالدكتور اتفق معاهم يومين لله يا جماعه وبقيه بتاع كسبوا. فانا جيت في اليومين بتوع الفلوس طلبوا فلوس معيش، فجيت لهم في الفلوس اليومين لله فبقيت موجود. فهو شخصيه محوريه للحدث. ايوه. فجه الاستاذ احمد بدير قال لي تعالى له ايه في المسرح الصعايده وصل. رحت له المسرح اول ما شافني قال لي انت ما جيتش ليه؟ تصوير. قلت له، قالوا له دور الشال. قال لي ولا تشاور حاجه، بكره تجيني الصبحيه في البلاتو ولو ما خدتش حقك انا مش هكمل لهم تصوير المسلسل. جميل. اقسم بالله السهره. الله. هذا ما فعله احمد بدير معايا. جميل وجدع. فله معزه خاصه في قلبي يعني. الواحد محتاج شخصيات زي الفنان احمد بدير في حياته كتير كده. فالمشهد ده بقى انا كنت حريص عليه قوي، لان وخاصه انت اللي بتقولي يعني كل اللي بتاع مينولوج والاستاذ احمد بيقول جملتين يعني. حتى انا طلبت منه قلت له يعني انا عايزك بس تضحك في الاخر عشان اقول لك ايوه كده خلي وشك ينور يعني. لما بتلاقي الكلام مكتوب باحساس صادق بيخش القلب بيطلع من القلب. صحيح. بس فحتى حتى استاذ احمد سمير لما انت بتبقى ممثله يبقى في جمله موجوده وزودت عليها احساسك هو اللي قاله من واقع الكتابه، ما بيقولكيش لا. وانا بحب ربنا والكلام مع ربنا حلو قوي فبتطلع اللي في قلبك يعني. الناس بتقول يا عم جميل يا جميل يعني دلوقتي ما بيقولوش يا محمود. ايوه. بيقولوش يا عم جميل يا جميل. بس طبعا بيسعدني جدا 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 يعني ان تلاقي صدى عند الناس ويحترموك ويقدروك ويقدروا الفن اللي انت بتبدعيه يعني. صحيح. بس الحمد لله لانه طالع من القلب زي ما حضرتك قلت، فوصل للقلوب لكل قلوب كل اللي اتفرجوا وتابعوا الثلاث اجزاء للمداح. عايزه اسال حضرتك، تفتكر سر ارتباط الناس بثلاث اجزاء المداح ايه؟ وان هم كمان عايزين على فكره رابع يعني، بعد لما خلص الجزء الثالث كان في فعلا مطالبات على السوشيال ميديا ان لا احنا عايزين الجزء الرابع، احنا عايزين نشوف تاني. ايه سر ارتباطهم بيه خاصه ان حضرتك قلت برضو ان الاجزاء ما بتبقاش قوي في قوه؟ اولا في البدء كانت الكلمه الاصل في الحكايه النص الحدوته، في ثلاث شباب زي الورد، امين جمال وشريف يسري ووليد ابو المجد، هم عاملين مع بعض كده تيم وورك وشطار وداخلين في مناطق ما حدش دخل فيها قبل كده. بالظبط. اضيف الى ذلك انه كل حاجه في وسط الكلمه والثانيه مدد يا رب. فانت عايزه مدد يا رب تبقى هي الصفه الاساسيه اللي موجوده في الثلاث اجزاء وما ينجحش. اتفائلت يعني انت بالكلمه مدد يا رب. طبعا يا رب. طبعا مدد يا رب. وعايزه اسالك بقى سؤال كده بعيدا عن مسلسل المداح خالص، عيد الاب قرب. احنا ناسين ليه يا جماعه عيد الاب؟ ليه مش واخد حقه يا جماعه؟ عمالين ننادي ونقول عيد الاب عيد الاب عيد الاب، ايه رايك في الموضوع ده؟ والله شوف هقول لك على حاجه. يعني انا مش عايز اقلبها نكد لان انا ما بحبش النكد خالص. لا لا مش عايزين. ماشي. ربنا ما يجيب نكد. لكن بامانه شديده جدا، والبرنامج اسمه انتي. اي. وانتي اذا كنت زوجه او ام او ابنه او اخت تتشالوا على الدماغ من فوق. طبعا. ماشي. لكن برضو في اب. ايوه. في شخص ربنا خلقه مسؤول عن ده، حقه مهدور والله. ماشي. فانا بقول الكلام ده وانا اب. ومن خلالكم برضو بوجه رساله لكل الابناء ان في يوم اتعمل اخيرا بعد 500,000 سنه، يوم الاب العالمي يوم 21. الاب مش محتاج منك دبدوب ولا محتاج منك محفظه ولا تيشيرت ولا زيت بارفان. محتاج منك كلمه ربنا يخليك لينا، ما يحرمناش منك، تعيش وسطينا منورنا. طبعا. لان اول ما الاب بيغادر الحياه كل الاولاد على السوشيال ميديا ظهر انكسر. طبعا. ظهر يا عم الحاج، ما الراجل موجود معاك اهو، ما تكسرش ظهرك، دي له كلمه حلوه طيبه. انا ابويا رحمه الله عليه كان يعني نفسه حد يقول له كل سنه وانت طيب، ومفيش عيد للاب ولا يوم للاب. فعملت له عيد الميلاد، يوم عيد الميلاد بتاعه، وجبت تورته يعني بحاجه بتاع، وزدت له حاجه ساقعه وخلاص بتاع. وكل هابي بريستو وكل سنه وانت طيب. يا على الفرحه، يا على العنين اللي مدمعه، ان لقى حد يقول له. الاب الشقيان التعبان اللي هو طول السنه ما بيفكرش في نفسه، بيفكر في ابنه وفي بنته، شايل الهم ليهم، مش من حقه نقول له متشكرين يابا؟ طبعا. وانا من موقعي هذا بقول لكل الستات اللي بتشوفنا النهارده والبنات الصغيرين، لازم نحتفل بعيد الاب برضو يعني يا جماعه.
بس تفتكر ايه نوعيه الهدايا اللي ممكن تيجي للاب؟ يعني احنا دايما متعودين في عيد الام كاسات الجيلي، كوبايات وحاجات كده، كوبايات بازة، بازة ورد بلاستيك، بس الحاجات دي بتتفق على الامهات على فكره، يعني بتتضايق من ان احنا نجيب لها، نيجي نجيب لها هديه ليها، انهم جايبين هديه لينا احنا. بس هقول لك على حاجه، ايه نوعيه الهدايا اللي ممكن تتقدم؟ انا شايف اصل ايه، احنا للاسف الشديد لازم نجيب له هديه. كل اعيادنا، كل اعيادنا ومناسباتنا مرتبطه بالاكل. حلو، لازم يبقى في اكل او حاجات من ده. انا محتاج يعني زي ما بيقولوا الحضن ده بيعمل عمايل رهيبه جدا. لما تبقى البنت تيجي وتاخد باباها في حضن، في حضنها كده، وربنا يخليك ليا يا بابا كل سنه وانت طيب، يا مش عايز هديه. انا بتكلم عن نفسي انا، يعني اصل الهديه دي مش عايز اكلف ابني حاجه او بنتي حاجه. انا بطالب من كل ابنه وابن، روح بلاش تبوس ايد ابوك، لان الجيل الايام دي بقى بيعمل عيب يعني كخه ان انا ابوس ايده. لا ده يبوس ايده ورجله كمان، ماشي. لا الاجيال الكلام ده الايام دي كده، يعني انا بشوف موجودين ده، انما انا كنت باشرف وافخر ان انا امد ايدي على ابويا في اي مجال، وابوس ايديه وابوس ايد امي، لان هم اصل الحياه اللي جابوني لهذا الكون يعني. فانا بعتب يعني، مع الامكان انا بتكلم بحراره شويه على الاب، لان مظلوم حقه، مهدور حقه، ومش عيب. انا ما بطالبش بحاجه كده. حتى الاعلام، عندنا يوم المرأة العالمي، وعندنا عيد الأم، وعندنا على راسي من فوق، أنا مش ضد ده خالص يعني. أي. بس ده بقى له يوم في السنة اسمه 21/6 واليوم العالمي يعني كده. افتكروا أبائكم، افرحوا بيهم، طبطبوا عليهم، اجبروا بخاطرهم، عشان ربنا، لأن الدعوة منه مستجابة في اللحظة دي، أبواب السماء بتبقى مفتوحة. صحيح. ده اللي خلى حضرتك تفكر تعمل فيلم الجائزة، فيلم درامي قصير؟ انا عملت الفيلم ده اول ما قريته، بعتولي الكاتب ايمن فتيحه والمخرج فيصل الشناوي، انا قريته بكيت خلاص، قلت له انا هعمل الفيلم ده فورا. ورحت، لان في جزء مني متوافق معاه. بس وانا بتمنى ان قناه اي تي سي وبرنامج انتي تحديدا يذيعوا الفيلم كامل، هو مدته ربع ساعه، فيلم قصير واهداء. لانه ده احنا ما احوجنا لعوده اللحمه للاسره المصريه، طبعا لعوده الحميميه، الحنين، الطلاقي، بدل تكسير السوشيال ميديا اللي كسرت كل حاجه. الابن بيكلم ابوه في الاوضه الثانيه بالواتساب، الزوجه قاعده في الحته الفلانيه، ما عادش في لمله الطبليه والاسره والعشره، ما عادش. احنا كلنا محروم من ده. الحته اللي في الفيلم ده اللي ما بتنساش، حسيت انها منك. الكذب خيبه. يعني ايه الحته اكتر حاجه او اكتر مشهد في الربع ساعه؟ يعني فيلم روايه قصير، خدوا بالكم انه فيلم روايه قصير ده بتبقى يعني مش عشان هو قصير يبقى مش حاجه، لا ده بالعكس، ده بيبقى الرساله موجهه جدا، الرساله ملخصه وواضحه بالظبط كده، المشاعر فيها بتكون مكثفه. فايه اكتر لقطه، اكتر لقطه اثرت في حضرتك وحسيتنا من قلبك؟ ان المونولوج اللي هو قاله عشان ابنه ياخد الجائزه، احنا بنشوف خلال الفيلم يقول لك ابني مثلا ايه اللي عمره ما منساني، بنلاقيه جه تحت العماره بتاعته خد العربيه ومشي. اللي بيفتكرني حتى بعد رحيلي، بنلاقي مراته شالت الصوره بتاعته من البداية. يعني بيقول مونولوج عكس ما يحدث بيحصل. يعني كل ما في الامر ان هو مش عايز يكسر بخاطر ابنه، وهو احد اسباب ان ابنه يحصل على الجائزه. فبيقولوا له الجائزه دي عشان الفيديو اللي انت هتشوفه ده. هو ده المشهد، لانه ده المورال الاساسي او الرساله اللي بيواجهها الفيلم لكل ابن. المونولوج. طيب دلوقتي خلينا طيب نروح نشوف جزء كده من فيلم الجايزه، ونرجع نكمل مع استاذ محمود عامر اللي منورنا في استوديو انتي. يلا بينا. ايوه انا اموز. حقيقي الأب هو الجايزة الحقيقية، زي ما قال الابن لما فاق وافتكر ورجع لصوابه ورجع لجدوره، رجع لأبوه اللي سابه وحيد، سابه الصيدلية تاخد بالها منه وتاخد بالها من مواعيد دواه وتاخد بالها من صحته. مش سهل على البني آدم أبداً أنه يعيش كده فرع من غير جدر، والجدر هو الأب. فما أبداً ما ننساش الاب، ابدا ما ننساش دوره. حضرتك برضو اتاثرت زي ما احنا اتاثرنا، زي ما احنا شايفين بالدور، زي ما احنا شايفين فعلا. يعني دمعتك قريبه وكانت صادقه جدا جدا في المشهد. ايه سبب الحزن ده؟ أه
يعني مش عايز اخش في مناطق كده تدخلني في حاجه تانية يعني. الحمد لله. عندك ثلاث ولاد، ربنا يخليهم لك يا رب ويبارك لك فيهم ويجعلك الظهر والسند ليهم وتفضل ورا ظهرهم طول الوقت، يفضلوا حواليك. كلمنا عنهم، كلمنا كأب بقى. أنا عندي أول بختي أميرة، وربنا يكرمها دلوقتي متجوزة وعندها صدفة ما شاء الله، استاذه في المعهد العالي للموسيقى العربيه، مطربه وملحنه، واخذت ماجستير وبتحضر الدكتوراه ما شاء الله. الاستاذ ابراهيم اللي انا زعلان منه يعني، المفروض ما اقولش ده على الهوا بس عشان يمكن توصل، يمكن يكون هو بقى ده سبب دموعك دلوقتي. ليه زعلان منه؟ ليه زعلان من ابراهيم يعني؟ ليه يا استاذ محمود؟ مش عايز اخش في خدته الحياه. يعني الله يكرمه يعني، من نجاحه المفروض اخر سنه في التصوير، السنه دي بيعمل مشروع بتاعه يعني، ربنا ينجحه ويشق طريقه ويخلف وابنه ما يعملش كده بس. محمد ابني اخر العنقود، القلب الحنين اللي بيسال عليا في ثالثة مونتاج معهد السينما، ربنا يخليه ويبارك له ويكرمه ويديله قد ما بيعمل معايا. أنا عايزة كل الولاد والبنات اللي بتتفرج علينا النهارده تشوف مشاعر الأب بتبقى عاملة إزاي. يعني لما تعالوا نقول لما أولادها يعني مش بينسوهم، لا الأب لا يمكن يتنسي وقيمته محفوظة ومعروفة طول الوقت، لكن لما الحياة بتاخدنا، لما الدنيا بتلهينا، ما ينفعش اي حاجه تاخدنا عن ابونا. الاب ده هو الظهر، هو السند، هو الحب، هو اللي ربى، هو اللي صرف، هو اللي عمل كل حاجه حلوه في الدنيا. ما ينفعش ان احنا نيجي في لحظه لما لا قدر الله وبعد الشر عن كل الابهات اللي بتشوفنا دلوقتي، ان احنا نندم ان احنا انشغلنا عنهم، نندم ان احنا ما اديناهمش حقهم كفايه. ده هي كلمه حلوه، احنا مش محتاجين غير كلمه حلوه. انت عايز كلمه حلوه كأب؟ انا يعني ابويا رحمه الله عليه عمري ما زعلته، عمري، رغم ان كانت التربيه في الوقت ده شديده ماشي، احنا طلعنا رجاله وطلعنا متحملين مسؤوليه وطلعنا نكافح في هذه الحياه وما نرتكنش، وكنا عندنا احساس بابونا. انما هذا الجيل بالبعض منه، عشان برضه انا ما بحبش التعميم، ينظر للاب على انه يقول للشيء كن فيكون، او انا الاب على كل شيء قدير، استغفر الله العظيم يعني في التشبيه ده، ولله المثل الاعلى طبعا. ما عندوش احساس بيه يعني. انا وانا طالب انا شايف ابويا، احنا هاجرنا، كنا في اسماعيليه وهاجرنا بتاع، انا رحت اشتغلت في الدوده، كنت بجمع دوده، اشتغلت في الرز، اشتغلت في العزيق، سافرت وانا طالب في الجامعه عشان عايز البس قميص، البس بنطلون بتاع، وانا شايف قدرات ابويا مش بتاع. رحت اشتغلت في العراق في الفاعل في درجه حراره 48 درجه مئويه، وكان الدم بينزل من مناخيري، كنت اعمل طاقيه كده فيها التلج كان يسيح عشان اقف راجل وابقى انا في الجامعه واعمل الكلام ده. النهارده الاجيال مش عايزه تتحرك، واحنا في الظروف البلد كلها مش محتاجه نوم، مش محتاجه عيل يمد ايده كل شويه لابوه هات 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 هات، ما هو ابوه هيجيب منين؟ الراجل المصري دلوقتي في ظروف شديده الصعوبه، ربنا يكون في عونه. لازم يا استاذ محمود، ممكن يكون ده حصل لانه ربنا يديلك طبعا الصحه وطول عمر حضرتك، من وهم صغيرين ممكن تكون ما حسستهمش ان هم محتاجين حاجه، وانه فعلا انت كل طلباتهم مجابه وكل حاجه بتبقى موجوده حواليهم او قدامهم بمجرد ما يفكروا فيها او يطلبوها. انا بتكلم بشكل عام، خلي بالك عموم كل اب على فكره، كل اب على فكره كده، واحنا بنحس انه فعلا والدنا ده هو اللي يقدر يجيب حته من السماء ويديها لنا في ايدينا. فيمكن شويه طيش، يمكن شويه ريعان شباب، يمكن شويه متاثر عليه مثلا سوشيال ميديا من حد. فعايزه من حضرتك رساله توجهها لابراهيم، واحنا لسه عندنا فرصه لحد يوم 21، وان شاء الله يعني ابراهيم يكون معاك وتحتفلوا وما يبقاش فيه اي زعل وقلبك كده يبقى فرحان وصافي. مشكلتي يا نور ان انا ما بعرفش ازعل. ما انا عارفه ده، وبسامح قوي 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 خلاص.
بس الكلمة نور، الكلمة نفسها بتنور. رد الفعل لكل إبراهيم، مش إبراهيم ابن بس، الولد كل ولد ماشي، ده ربنا اللي خلق الكون قال ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طبعا مش اللي بيحصل ده، ربنا يهديهم ويبارك فيهم ويكفيهم شر المستخبي يا رب، بس يشعروا بأبوهم وبولادهم وطنهم. اللي عايز بنا، اللي مش عايز ناس تبقى قاعده بقى خلاص على الكافيهات وبتاع وحاجات، وهات يا بابا ومين يا ماما تشارجي وبتاع وحاجات من كده، لا اتحرك اشتغل، انت هتبقى راجل ومسؤول وهتتجوز وتخلف يبقى عندك ولاد وهيعملوا فيك كده. فلا اتحرك وما تنتظرش حد يعمل لك مستقبلك، اذا ما كنتش انت بايديك هتتحرك ما حدش هيعمل لك حاجه، بس هو هيحطك على اول الطريق انما مش هيكمل لك لاخر الطريق، لان هي دي سنه الحياه، جيل بيسلم جيل. حبوا ابائكم، رعوهم، ما تقسوش عليهم، ما توجعهمش في احساسهم، عشان ربنا يكرمكم. يمكن كلام حضرتك ده النهارده هيكون رساله مهمه جدا جدا لكل اللي بيشوفونا النهارده، وباذن الله تؤجر عليها يا رب. اللي شاف الحلقه النهارده هيروح يبوس ايد والده، هيروح يفتكره بكلمه حلوه، اللي مقصر هيرجع يعمل مكالمه تليفون، مش خساره في والدك. يعني كنا بنتكلم في بدايه الحلقه عن حاجة بقى زي العسل، فترة الخطوبة. ايه رأيك في فترة الخطوبة وازاي نقفش الراجل في فترة الخطوبة ده، ان هو هيمشي معايا تمام ولا مش هيمشي معايا تمام، من خلال خبرتك بقى كده في الحياة؟ انا هقولك حاجة بسيطة جدا. اتفضل. مهما كان علماء ومنظرين واجتماعيين وحقوقيين يحطولك داتا معينة عشان تمشي عليها، مفيش، انسى. العلوم الاجتماعية بطيخة. مختلفة. يعني كلور زائد صوديوم بالحرارة يديني كلور الصوديوم، في أي حتة في الكون هيديك كده. إنما حب زائد حنية يديك سعادة، هنا هتختلف هنا هنا. لكن بقول إيه، كوني أنت، بما أن البرنامج اسمه أنت. أيوة. كوني أنت. الله. وكون أنت. لا تزيف ولا تحل، لأن احنا بنظهر أحسن ما عندنا في فترة الخطوبة، ونيجي في الجواز نلاقي عكس ما احسن عندنا. وببساطه شديده جدا، الجواز ده عامل زي البطيخه، ممكن تطلع قرعة بس مسكره، ممكن تطلع حمراء بس ماسخه، وانت ونصيبك، وكلها ارزاق وماسمها الخلاق، وكل شيء نصيب، وربنا يهني سعيد بسعيده. ويبطلوا طلاق، عشان نسبه الطلاق ارتفعت مع الشباب الايام دي، لان هم ما عندهمش طاقه ان هم يتحملوا، ما عندهمش طاقه ان هم يشوفوا اي موقف. انت بتقول ايه؟ انت بتقول شعر، بتقول والله العظيم حكم. يا جماعه اسمعوا الكلام ده، الكلام ده كلام مبني على خبره ومبني على حاجات كتير قوي في الحياه ومواقف وحاجات كتير قوي. فعلا الكلام ده كنز كبير قوي، زي ما بيقول لي استاذ محمود، لازم لازم نعمل بيه. احنا معانا بقى مكالمه تليفون ليك، نقول الو. مين معانا؟ هيطلبنا تاني، بس دي مفاجأة والله. والله طيب، يا رب تكون مفاجأة خير. خليني طب أسألك قبل ما يجي لنا المكالمة كده، أميرة، إيه النصيحة طيب اللي اديتها الأميرة قبل ما تتجوز؟ بما إن حضرتك كده كنت بتكلمنا عن الجواز وبعد الشر طبعا عنها، إيه النصيحة اللي اديتها لها علشان تحافظ على بيتها وتحافظ على زوجها؟ أميرة يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظها، يعني سابقة سنها، لانها اتحملت مسؤوليه وهي لسه صغيره، بحكم ان انا ومامتها كنا بنشتغل كتير، فهي كانت بتاخد اخوها وتعدي بيه الشارع وكده وهي صغيره، يعني هي الاكبر من اخواتها. اكبر منها. فهي كانت مسؤوله عنهم فهي كبيرة. يمكن نشفت، يعني الانوثه الخاصه بيها والرقه والكلام ده، هي موجوده داخل كل ده، انما هي في الاكتف، في الفعل. أيوة. يعتمد عليها. وحتى لما ربنا اكرمها وارتبطت، لا ست بيت شايله، عندها مستقبل، عندها بتفكر كده. الحاجه الوحيده اللي كنت لازم تعدي، لازم تحتوي. يعني حضرتك دي كانت نصيحتك ليها. ما هو وكل ما كان علاقتك بجوزك او بخطيبك في كلوز، كل ما كانت الدنيا كويسه هم فقط. ايوه هم الداخل بينهم خارج. ولما تيجي تتكلمي كلمه وحشه هم بيصطلحوا وتبقي انت الكخه. صح.
فعشان ايه بقى تخليك كده محضر خير؟ والمثل الشعبي عندنا له طريق، امشي في جنازه وما تمتيش ولا امشي في جوازه بين البصله وقشرتها، مينوبك الا صنتها ريحتها. بس وانا بقى عندي مبدئين، بقول بصيها ربك يسويها، عكها ربك يفكها. موضوع تاني بس عايزه برضو اتكلم مع حضرتك عن لا المكالمه المفاجاه جت تاني. الو قول الو يا استاذ. الو الو مساء الخير، ازيك يا استاذ محمود؟ الله يخليك ويبارك فيك. صوت بعيد شويه، مش عارف صوت صاحبك. صوت بعيد معلش عشان في العربيه. ايهاب فهمي يا استاذ، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا بوب يا جميل فنان الجميل ايهاب فهمي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي ومنورين الدنيا ومنور معاك الاستاذ محمود الصديق الغالي الجدع الجميل اللي هو يعني زي ما بيقولوا الحمد لله، يمكن السنه دي تحديدا كمان ابتدت الدنيا تبقى احلى، ويعني لسه طبعا ما خدش حقه الطبيعي ولا وضعه الطبيعي طبعا، ولكن احلى نقدر نقول احلى. وان شاء الله هو عنده جمله جميله قوي كده بيقول لك وبكره احلى طبعا. ان شاء الله دايما بيك ودايما لفوق باذن الله يا استاذ محمود. احنا عايزين كده شويه اسرار بقى عن صداقتكم كده، احكي لنا كده، قول لنا انتوا الصداقه دي كنا بنتكلم عنها في اول الحلقه، اللي ربنا بيرزقه بصديق مخلص ده كان رزقه بحاجات كتير قوي قوي قوي. والله هو شخص جميل جدا زي ما بيقولوا، دايما ما بيسيبش اي حاجه تعدي، يعني اي حدث اي حاجه لازم يسال، لازم يبقى مسارع بالخير، مسارع بالتهنئه، مسارع بالسعاده، لا قدر الله في موقف بيبقى وحش بتلاقيه جنبك. هو من الناس اللي حتى عندنا في نقابة التنمية التمثيلية والفنانين من كتر حبه للناس هو عنده صفحة مهمة جدا على الفيسبوك. ايوه طبعا تخاريف عامرية كنت لسه هنتكلم فيها بعد بعد مكالمة حضرتك. هو بيحاول يلم، يعني هو دايما بيحاول يلم الناس، نفرح يجمع الناس بالظبط، بيهتم بالناس، فهو صديق عزيز واخ غالي، لان دي صفات مهمة جدا في الانسان لما يبقى مدرك تماما لاهميه الانسان في حياته ووجود الصديق في حياته. ايه اكتر حاجه ممكن تكون بتعصبه؟ ده سر من اسرار الصداقه بقى، يعني احنا عارفين الصفات الجميله الحلوه الحميده قلناها كلها، بس اكيد كده يعني ما بينكم وما بين بعض في حاجات ممكن تكون بتضايقه قوي او بتعصبه قوي، قول لنا بقى السر ده يا استاذ ايهاب. لا هو صعب، يعني هو مش بيتعصب كتير، لكن هو لما بيتضايق بيتضايق عشان شغله، يعني الحاجه اللي بتخليه متعصب جدا شغله. بيحب شغله جدا، فلما يبقى في تقصير في حاجه، تقصير في شغل، في طريقه الشغل، في 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 طريقه اللي زي ما بيقولوا ايه تلقي الشغل نفسه، هو عنده رولز كده في حياته، دي اللي ممكن بتسبب له شويه بعض العصبيه، وده حقه. لان الفنان اذا لم يحافظ على كل ما اتى به الله من موهبه حاجات حلوه في الانسان، فده مش يعني ده دوره، لازم يحافظ على نعمه ربنا. صحيح. نشكر حضرتك جدا، مش عايز تقول له حاجه كده قبل ما نقفل معاك؟ بص يا ايهاب يا جميل يا ابو قلب طيب حنين، يا اللي ما بتسيبش حد اللي ما بتسال عليه، انا بحبك في الله وما بنساش مواقفك معايا في ازمات كتيره جدا، ما بلجاش ليك في اي حاجه الا ما بلاقيك قلب حنين وطيب. يا حبيبي الله يعزك. فربنا يخلينا لبعض يا رب ويرزقك من فضله كمان وكمان. ربنا يخليكم لبعض يا رب. نورك يا حبيبي الله يعزك يا رب. شكرا شكرا الفنان الجميل ايهاب فهمي نورتنا. ويعني مشاعر جميله والله، الحلقه كلها فعلا ما شاء الله طاقه ايجابيه ومشاعر جميله ورسائل قويه جدا جدا فعلا، لو احنا بنركزين ما بين السطور هنلاقي رسائل قوية جدا جدا، كصداقة، كأب، كعلاقات إنسانية، علاقات أسرية. بص يا منى، نور قالت على حاجة أثناء المكالمة بتاعت النجم إيهاب فهمي على تخاريف عامرية. أي أنا بكتب تخاريف عامرية بس هي تخاريف ليا، ما أتمناه أو ما أصبو إليه. حتى كنت بكتب يوميات زوجة منقرضة. أنا بشوف الستات بتوع زمان اللي هي منهم أمي عمرها ما نايمت أبويا على مخدة زعلان، حتى لو هو غلطان.
شفتي يا انما شايفه مع احترامي طبعا مش احنا للبرامج اللي طلعت دي وسين وصاد من الناس مع وضد سهمت بشكل غير مباشر في خراب العلاقة الأسرية في الأسرة المصرية. طب. واحدة ست تحقر في الرجالة وواحد راجل يحقر في الستات فأصبح في صراع، ما أصبحش في مودة ولا رحمة موجودة نتيجة الدي على الودان أمر من السحر والنغز والحقن اللي بتطلع. تيجي واحدة تقول لك إزاي؟ لا حريتي مساحتي لازم أخدها، لا 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 أنا من ساعة ما اتجوزتك وأنا مش شايفة الدنيا، لا لا ده أنت عجزتني، ده أنت نقيتني، ده ما أعرفش إيه. ما هو يا أستاذ محمود أنا ومي دايما عندنا النقاش ده بنتكلم فيه بصراحة، يعني بيبقى الواحد ساعات يعني بيدي وبيدي وبيدي بس بعد كده بيحصل انه الزوج بياخد يعني بيبدا بقى ان هو يفتري، فهي بتبقى الحته من هنا ان ساعات كتير تبقى بعض الزوجات خايفه لحسن لو ادت كتير قوي انها يعني خلاص تتركن على جنب او ان يبقى خلاص يبقى الموضوع ده حق مضمون حق مكتسب. ومي دايما بتتخانق معايا في الموضوع ده. ما هو ده الكلام، ما هو ده الكلام اللي بيكسر العلاقه الانسانيه. سيب نفسك، في مسرحيه اسمها سيب نفسك بتتقدم تمام فاطمه محمد علي، اتمنى كل الناس يروحوا يشوفوها. سيب كانت نفسك كانت ضيفتنا واتكلمنا عن سيب نفسك. يعني ما بلاش ده، بلاش احط لو عملت كذا هعمل لك كذا، لو ما عملتش كذا هعمل كذا، اعملي له خلي بالك اصل الراجل لما بيعمل كذا بيعمل كذا. كل الرسائل دي محطمه ومكسره مشروطة الفطره. وجعلنا بينكم موده ورحمه، فين الموده والرحمه النهارده؟ حتى لو هو يعني زعل ولا ما كانش شايف الكلام ده، هيجي له وقت وهيفتكر كل الحاجات الحلوه اللي انت عملتيها وهيرجع لك وهيبقى فعلا مقدر جدا جدا كل التصرفات لانه هيفتكر انت قد ايه كنت كويس. عكس الست بقى. ايه بقى الست بقى؟ بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يحفظكم جميعا. اول ما جوزها يعمل ايه بقى بتجيب له شريط من اول الحرب المائيز. الله اعلم ايه 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 مش عارفه اقولها ايه الله اعلم كان ايه. اي خلاف ايا كان حجمه ماشي. طيب احنا اختلفنا على مثلا المخده دي ما تتحطش هنا من 10 سنين. النهارده خلافنا على ال الشمعه المنوره دي، ربنا نور طريقنا كلنا. ايه ترجع للمخده ليه؟ ما تخليكي في الشمعه دي عشان رأيها كان صح وقت المخده فاسمع كلامي وقت الشمعه. ده المشكله، ده المشكله. فانا بقول لكل ست يعني رفقا زي ما بيقولوا رفقا بالقوارير، صح احنا بنقول رفقا للرجال. الرجال اقسم بالله بقت رجاله مقهوره. الراجل لما بينقهر ما بيعرفش يعمل ايه. سعيد اقول لك ربنا يكفيك شر زي الراجل. الراجل لما يبقى مزنوق مشكله ومصيبه. ما تضربش يعني ايه يعني ايه يعني ما تقعدش تضغط 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 عليه هينفجر هيطق. بس هنا يا استاذ محمود انا مع حضرتك يا ستات رفقا بالرجال. الرجال ايه؟ قوامون على النساء. قوامون على النساء. والرجال بيقول لك يا نور مقهور. ما هو انا في الحته دي عايزه اقول حاجه بس. الرجاله مقهورين. والله العظيم ما بقاش مقهور غير الراجل على فكره. انا بقولها كده كل يوم. احنا مش عايزين انه ست ما تفتريش. لو معاكي حد محترم، لو معاكي حد ابن حلال، لو معاكي حد راجل بمعنى الكلمه، لا ما تفتريش. حرام عليكي، يبقى حرام عليكي طبعا ونعمه وهتزول من وشك. لانه بجد ان الحد ان بني ادم او الست تلاقي حد يقدرها ويحترمها ويحتويها ويحن عليها ويبقى فاهمها وصديق ليها قبل ما يبقى زوج وولي، دي نعمه كبيره قوي. اول ما يسيبها تروح قال لك ايه اللي خدته القرعة تاخده من الشوط. طب ما انت اول كام يوم بس. طب ما انت قرعة، ما انت قرعة. طب انت بتقول نفسك قرعة. طيب يعني هيروح له المشوار شيء طبيعي جدا. وبعدين لا تقول لك ايه ولا يوم من ايامه بس ده كان مستتني ومهنيني انا ايه اللي خلاني اتخبلت الخبله دي. من ضمن تخاريف عمليه انا كتبت على موقف زي ده. واحده ست يعني طلبت الطلاق من جوه اتطلقت فبتكلم سين. قالت لها مش هنخرج بقى زي زمان ونعمل ايفنت وحاجات من بتاع. قالت لها الاصل سامي طلبني. طلبني سامي انت مش كده؟ قالت له ما خلاص وهنعلي الجواب ونبقى احباب وكده. اتجوزت والتانية ما اعرفش ايه. فراحت لجوزها اللي هي مطلعه ترابات تتيت ومشي. دي اللي متطلقه رجعت، واللي متطلقه رجعت، واللي متطلقه ما قدرش اخرج معاه لان هو مديني معاه كذا. وهي قاعده لها في الكافيه سابتها ومشيت. قال لها حاسبي على المشاريب. قالت اذا كان ده راح وده راح وده دي وكده وانتوا اللي بتشجعوني على الطلاق، لا يبقى مفيش غير مراد حبيبي. الو
الرقم الذي تطلبه غير موجود بالخدمه، من فضلك ومش عمره ما هيبقى موجود بالخدمه بعد كده. خلاص انت لما تقعدي تقهري الراجل وتكسريه، ما ينفعش طبعا. كسره الراجل وحشه قوي قوي قوي. احبك قوي قد روحي لا، وان ابغض الحلال عند الله الطلاق. هيجي له وقت خلاص، لو انت حتى يعني ملكه جمال الكون جرحتيني كسرتيني، هبص في وشك ازاي؟ إيه؟ همسك ايديك ازاي؟ هاخد اقول لك بحبك ازاي؟ بغيض بس حلال، ده اللي انا كتبته، واخد بال حضرتك؟ لكن في حاجه مش مظبوطه يا جماعه. الاسر دلوقتي متلخبطه، في 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 سم هاري في الجو بيلخبط الحاجات دي. العائلات صح. محتاجين ايه بقى السم الهاري ده؟ ايه سبب نسبه ارتفاع الطلاق الكبيره قوي دي؟ محدش بيستحمل التاني، كل واحد ملمس كله ملمس، يعني كل واحد ايه يعني متكهرب. ماشي. طب معدي يعني سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اذا غضبت فاسكت. بالظبط. ولا تغضب، واقف اقعد، قاعد ارفص، واقف امشي، روح اتوضى كده. انما لا، اصبح بصي وانتوا ستات او بنات، انا اسف طبعا، النديه ما بين الرجل والمراه خراب بيت مستعجل. بس طبعا انا انت مين؟ انا مين؟ ده اول مسمار في نعش خراب اي حد. لا، كوني كذا يكن لك كذا، كوني كذا. لا، انتوا عارفين الكلام ده دايما. وانا حزين جدا على كم الطلاق الرهيب جدا مع الجيل الجديد. ما بالك بقى اللي هم ناس في اخر عمرهم. واحد عايش مع مراته 42 سنه طلبت الطلاق، طب انت هتعملي ايه بعد 42 سنه؟ هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ ما خلاص. والراجل وقع كده، جت بعد كده تبوس الايادي عشان ترجع الراجل رافض بعد 42 سنه. طب ليه؟ ده انت خلاص، ده انتوا هتقابلوا وجه كريم على الابواب. احنا في حاجه غلط، يعني بتوع العلوم الاجتماعيه والمراه والقوانين ولا لا، لازم يشوفوا حاجه المصيبه السوداء اللي فيها الناس دي. ايه هي بتاع ناهيك عن الوزع الاقتصادي والتعب واللي واللي والكلام ده. لكن الخير فيه وفي امتي الى قيام الساعه. في برضه لحظه حلوه، افتكري له حاجه حلوه. ده انت مخلفه منه اربعه ولا خمسه ولا ثلاثه، دول جم كده شطانية ولا جم بلحظه حب؟ هتقول لك ما شفتش منه ولا يوم عيد. طبعا طبعا ما شفتش طبعاً. ولا قال لي كلمه واحده حلوه في حقه، ويبقوا متجوزين بقى لهم 20 سنه. لو اول ما يجي لها عريس، واخده بال حضرتك؟ ماشي، واتوافقت خلاص بعد 10، ما فيش حد جالها خالص في الكون غير الراجل ده اللي نصيبه الابيض. عشان مش عايز اقول حاجه ثانيه. خلاص، ده انا كان توابير بتاع الحظ الاسود اللي وقعني فيك، ده انا كان مش عارف مين بيجري على يا ستي خلاص. يعني اكتر شيء خطير جدا وبقوله نصيحه لكل ست، الا تقارني راجلك براجل تاني. لا عيب. لا 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 لا، وحشه قوي، عيب قوي قوي. طبعا طبعا عيب. شوف فلان جايب لفلانه ايه. لا طبعا. وشوف لفلان جايب لا طبعا. قبلنا يعني وارتضينا وعايشين بوده ورحمه، ما ينفعش ان انا اقلل من جوزي ابدا مهما حصل. جوزي فوق دماغي وفوق يعني اي حد في نظري، في نظري لازم اشوفه احسن حد في الدنيا. في نظري يا نور، كوبايه الميه اللي جوزي هيجيبها لي كوبايه عسل يا حبيبتي. شايفين شايفين شايفين. وليه ليه لا؟ ليه لا يا نور؟ ليه لا؟ ميه هتجنني. ما انت زوجه انت زوجه. ايوه. انت بتتعاملي مع جوزك بنديه؟ لا الحمد لله. حضرتك بتتعاملي بنديه؟ مستحيل. مش نديه يا استاذ محمود، دايما في اتفاق، وخصوصا الاجيال الجديده بنحاول دايما ان احنا نتعامل باتفاق. ومش بتكلم عن شخصي بس، بتكلم فعلا عن جيلي والجيل اللي بعدي واللي بعدي واللي بعدي. بنحاول دايما ان يكون في ما بيننا اتفاق علشان نعرف نعيش، لانه زي ما حضرتك بتقول في حاجات كتير قوي موجوده دلوقتي، سواء بقى هي ضد المراه او ضد الراجل. في حاجات كده ضد المراه وفي حاجات ضد الراجل. فطول الوقت احنا بنحارب، سواء في شغلنا سواء في حياتنا سواء في لقمه العيش، في حاجات كتير قوي احنا بنحاربها. ما ينفعش بقى نحارب جوه البيت كمان. يعني جوه البيت ده لازم يبقى في اتفاق، لازم يبقى في موده. لازم انا هعمل لك يا حبيبي عشان انت بتحب كذا، وانا هعمل لك يا حبيبتي عشان انت مش انا اللي اطلب او مش انا اللي امر او كده. لا يعني كده. وبعدين بعدين صدت النفس، صدت النفس يا ما يعني. انما المقارنات دي هي اللي كانت صعبه قوي بصراحه. انما اقول لك ايه، ازيك يا نور وحشتيني، الاقي يعني ماسك، انا اسف اللفظ، يعني وش البوبي الخشب اللي كنا بنقول عليه في البدايه قافش. طب ما هو الراجل هيعمل ده زي المزيكا زي اللحن. ولما بيقولوا احنا مالناش الا بعض مهما دبنا فراق وبعد، كل الظروف بتقول كده، وانت كمان متاكده مهما حاول اي حد احنا مالناش الا بعض. الله. لما انت تبقى عارفه الكلام ده، وايد على ايد رحمه والطبطبه حلوه. احنا اتحرمنا من هذه الاشياء فعلا في معظم بيوتنا. ماذا نفعل لعوده هذه الحميميه مره تانية؟ مفيش حد ما بيشتكيش. نحب بعض، نحب بعض بجد وننسى اي حاجه تانية. بس الست من دول جوزها يقول لها قومي اعملي لي كوبايه يعني شاي، تقول له ما تقوم انت تعملها حبيبي، وانت ناقصك ايد ولا ناقصك رجل؟
الموضوع بقى معظمهم كده. هو انت متجوزني عشان اشتغل لك خدامه ولا ايه؟ لا يا بابا، لا يا حبيبي، خلاص هات. طب هيجيب لك شغاله. طب افرض انت بقى راجلك بقى مش يجي يلاقيك برضو زي اخونا شلبي قاعده عامله حاجات غريبه جدا، ماشي؟ لا، في حاجه غلط. وانتوا من خلال برنامج انتي ارجوكوا يعني ما تزكوش الصراع ما بين الرجل والمراه في لا البيوت. لا لا لا، احنا قايمين بدور الحمد لله دايما محايد، ودايما النور بتقول من وجهه نظر معينه وانا بقول وجهه النظر الثانيه، علشان برضو لعل ان احنا في يوم من الايام كده نبقى بنأدي رسالة إصلاح ذات البين يا رب في البيوت بإذن يا رب الله. يا رب أنا آسف طبعا من فعالي. لا خالص، لا بالعكس، ده هو بالعكس. إحنا كنا عايزين نتكلم مع حضرتك علشان ناخد من خبرة حضرتك، من التجارب، وكمان يعني حضرتك فنان قدير، ربنا يعينك، عملت شخصيات كتير، عدى عليك كتير، وعلشان حتى كمان شغلانة الفنان أو الممثل أو المبدع لازم بيحتك بشخصيات كتير قوي علشان يقدر منها يعني يستلهم مشاعر واحاسيس لو ما كانش عدى بالحاجات دي. فطبعا احنا كنا مبسوطين قوي ان احنا ناخد راي حضرتك في ده. بس خليني ارجع للاول خالص خالص، نرجع بقى نروح فن كده شويه ونروح شغل شويه. الحقونا جه ازاي؟ الحقونا برنامج الحقونا الجميل اللي كان بدايه تعارف الناس بالفنان محمود عامر او المذيع محمود كان عامر. برنامج جميل قوي جدا. طب انا هقول لك على حاجه، والله العظيم انا بتكلم معاكم ومع المشاهدين والمشاهدات باريحيه شديده جدا. ما احنا واضح ولا بزيف اي حاجه. أي. انا ربنا اكرمني ورحت العمره. عمره؟ اه، وجاي نازل من المطار في العمره وانا في هناك عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي الروضه الشريفه، قلت يا رب يا رب والنبي نورني يا رب في التلفزيون يا رب، انا بقالي كتير قوي ومحتاج حاجه تنورني يا رب والنبي يا رب. قلت ده نزل من المطار لقيت التليفون بيرن، محمود تعالى التلفزيون دلوقتي حالا، ليه؟ هتصور النهارده بالليل برنامج اسمه الحقونا، لان طلعت زكريا سافر مع سمير غانم لبنان وهو كان بيقدم البرنامج. سبحان الله، ربنا استجاب. وانا رايح رحت هناك وعملت انا يعني عندي حته الكتابه كده، قلت حاجه ايه؟ يا مساء الفرفشه والنعنشه والدندشه والضحكه اللي جوه القلب مع الشيشه، خلاص لا تقول قطايف ولا جلاش، يا تلحقونا يا ما تلحقوناش، الضحك عندنا له هدف وكمان ببلاش، لو انتوا جاهزين احنا جاهزين، الحقونا. وعملت البتاع، ودي كانت كاميرا خفيه حلوه. ايوه، مفيش فيها لا استفزاز لحد ولا بتاع، احنا متفقين على حاجه ما فيهاش اذيه. اه، وبقابلك انا مذيع وبقابل حضرتك. حضرتك نور بتشتغل ايه كذا اي حوار كده، ويخش يعمل الحاجه. في حلقه ما اتذاعتش، بس انا ومصطفى وحسين اترمينا على الارض من الضحك. ايه، موقفين واحده ورايا يعني تعلم العفه، يعني شكلها مش لطيف، احنا عملنا شويه مكياج بسيط كده، واللي بتضيف عندنا وهو شايفها وانا مش شايفها، فاقول له حضرتك تفتكر يعني عشان ننهض بالرياضه نعمل ايه؟ هي من الناحيه الثانيه بتعمل كده. ماشي؟ فلاقيه بيضحك وبص، انا كان بقول له حضرتك انت بتضحك على ايه؟ وانا بقول لك حاجه تضحك. قال لي لا، اصل هو مش قادر يقول لي انها بتلعبي حواجبها ولا حاجه من دي. ماشي؟ قلت له طب حضرتك النخله يا استاذ علي معدن، حضرتك يعني تفتكر ممكن عمليته ثاني بشكل كده؟ قلت له لا، احنا مش هنسجل الكلام ده. وفجاه رقعت بالصوت، الحقني يا مصطفى، في ايه بتاع ده؟ الراجل ده بيعكسني. قلت له انت بتقرطسني حضرتك، بتجيب لي مصيبه سوداء يعني، واقف بعمل معاك حوار بتعمل لي الكلام ده؟ ويمكن استاذ محمود نزل مصطفى كنت عامل فيها شجيع، كان ساب البرنامج وجري. اه طبعا طبعا، يمكن دي احلى حاجه نقدر نختم بيها فقرتنا بجد، الابتسامه الجميله والضحكه الحلوه. الحمد لله. وشفنا في فقرتنا النهارده فعلا كلام فعلا كنوز. بشكرك جدا جدا، نورتنا واسعدتنا بوجودك معانا النهارده. نبقى انا اللي مبسوط بيك، وربنا يخليك ويبارك فيكوا. قطعت حلوين كده واي تي سي، وانت احلى حاجه في انت. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. مشاهدينا، وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل حلقتنا. استنونا. صنع في مصر، جملة بتحسسنا بالفخر وبجمال وبحلاوة صناعة بلدنا، والجملة دي هي عنوان مبادرة شبابية لدعم صناعة الغزل والنسيج.
عملتها المهندسه ومصممه الازياء تسنيم الخولي اللي منورانا النهارده في استوديو انتي، واللي هنعرف منها كل حاجه تخص مبادرتها. كمان هنتكلم عن فكره الملابس والموضه المستدامه وازاي تخلي صناعه الهدوم بطريقه كده ايه صديقه للبيئه، وايه هي المواد اللي ممكن نستخدمها وحاجات تانية كتير قوي 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 هنعرفها من خلال فقرتنا النهارده. بنرحب بيكي يا قمر في استوديو انت. اهلا بيكي، انا مبسوطه انا معاكي النهارده مي نور، منورين الدنيا كلها. ميرسي يا حبيبتي. احنا كمان مبسوطين بوجودك معانا يا تسنيم. خلينا نبدا على طول كده قوام قوام. اول حاجه عايز اسالك عنها، انت خريجه هندسه صح؟ اه. طيب ايه بقى اللي جاب لها؟ هندسه معماريه، خريجه هندسه عماره. هندسه عماره. اه. طب من الهندسه عماره للازياء ازاي حصلت النقله دي؟ هو انا خريجه هندسه عماره، وبعدين بدات بقى الحياه الطبيعيه، الجواز والخلفه، وبدات في شغل الهندسه يعني. في الفتره بعد الخلفه بدات، قعدت فتره طويله جدا في البيت، كانت سنه تقريبا. فخلال السنه دي حبيت ان انا يعني ما انساش نفسي، فلا انا قلت انا عايزه اعمل حاجه بزنس او انا بحبها، اشوف انا شغفي كان ايه وانا حابه ان انا اعملها وتكون حاجه ممتعه ليا. فبدات اوريدي، انا كان عندي هوايه الفاشن ديزاين من زمان، ولكن طبعا مع الدراسه والسنين بقى بتعدي فما كانش عندي الوقت ان انا استغلها يعني. فبدات 6 شهور لسنه دراسه التصميم الملابس من A to Z في البيت. ترسمي بقى التصميم وبتظبطي من اول السكتشنج، الاسبريشن بورد، المود بورد، السكتشنج، ان انا اعمل باترون، ان انا اتعلم على المكنه، كل ده من 6 شهور لسنه بتعلمه لحد ما اسست البراند الخاصه بيا. حلو قوي. وبدات اجرب على الناس اللي حواليا، اصحابك بقى وقرايبك. بالظبط كده. حلو ده جدا. والحمد لله يعني كان بيطلع بقى طبعا برضو المجال بتاعي كعماره، وانا برضو كان عندي جزء الرسم والتلوين والكلام ده كله في الدراسه بتاعتي، فده اهلني اكتر ان انا اتعلم بسرعه وان انا ابدا اعمل ديزاينز مختلفه. وفي نفس الوقت يعني اتعلمت الموضوع بسرعه، لان هو الباترون اساسا هندسه يعني، ومعتمد اكتر على الهندسه. بس وضح لنا كانت بقى البدايه. يعني خلينا برضو يعني عايزين برضو نقول للناس يا جماعه، اللي بيحب حاجه ده هيعملها، هيعملها، دخل هندسه، دخل طب، بالزبط. دخل اي حاجه هيعملها وهينجح فيها باذن الله. موضوع برضو الفاشن او الموضه المستدامه او اعاده التدوير او الكلام ده كله، اشرحيه لنا بطريقه كده سهله وبسيطه عشان برضو لو في حد مش فاهم الموضوع ده. بصي، هي البداية كانت اللي أنا حكيتها دلوقتي، ولكن البداية دي خلتني أتطلع لحاجات أكتر، بدأت أعمل أبحاث أكتر بره هم شغالين في إيه، بدأت أخد دورات بقى، أنزل على أرض الواقع بعدها وأشوف أتعلم التخصص نفسه كنسيج. الحمد لله يعني كان عندي فرص إن أنا شفت تجارب أكتر، سواء من خلال البحث الشخصي ليا أو من خلال الدورات التدريبية اللي أنا خدتها في على أرض الواقع. ده خلاني اتطلع، هم بداوا من 2013 في مصطلح السستينبل فاشن. احنا اوريدي هنا سياده الرئيس من لما استضفنا الكوب 27 بدانا نفهم يعني ايه تنميه مستدامه بشكل عام في كل المجالات، وبدانا نطبقه بكذا طريقه. ولكن صناعه النسيج هنا في مصر، احنا عندنا صناعه النسيج على مستوى العالم هي تاني صناعة ملوثة للبيئة، بتطلع 10% غازات دفيئة على مستوى العالم. في حلول 2030 هتطلع أكتر من 50% غازات ملوثة للبيئة، اللي هو يعتبر بقى ثاني أكسيد الكربون أو من الهادر اللي احنا بينتج من صناعة الأزياء على مستوى العالم. على مستوى مصر بقى هنا، احنا عندنا صناعة الأزياء هي تاني أكبر صناعة اقتصادية بعد صناعة الغذاء. فده خلاني انا يعني برضو ليا فكر يعني مختلف شويه في الاشياء، فخلاني اتطرق لان انا لا انا المعلومات ديت او الاسلوب بقى اللي احنا نبدا نصلح بيه الصناعه دي ونستغلها في ظل الظروف الاقتصاديه بعد كورونا وبعد ارتفاع الدولار وبعد التغيرات المناخيه اللي العالم كله بيمر بيها، لا خلاني اجي في لحظه اللي هو لا احنا في وقت لازم كل واحد يدور على الفاليو او القيمه المضافه. ايه القيمه المضافه في الشيء اللي انا بقدمه؟
فاشن ديزاينرز، في فاشن ديزاينرز كتير، وبالنسبه للموضه في ناس اساتذه في المجال يعني، سواء على مستوى العالم او على المستوى الوطني العربي. فبدات ادور على المشكله، احنا ايه مشكلتنا هنا في مصر، ايه اللي مخلينا مش قادرين نتفوق اقتصاديا في هذا المجال. وده بقى كان البدايه اللي خلتني اتطرق للسستينبل فاشن او الازياء المستدامه، وازاي نطبقها سواء على مستوى المشاريع الصغيره والمتوسطه متناهيه الصغر او على مستوى المصانع، واللي يطور من الدوله اقتصاديا. خلينا نرجع ده قبل بقى مبادره صنع في مصر، ده قبل المبادره. ما انا بعد ما درست وابحثت كتير، فانا لقيت ان انا لا، في استراتيجي. انا قعدت بقى يعني قلت لا، انا لازم اخد خطوه، لازم افيد البلد في الاتجاه ده، لازم نعالج مشكله. تمام. ودي كانت اول حاجه خلتني اتجه للمبادره، اللي هو انا قلت لا، انا هعمل مبادره انشر الوعي، اخلي الشباب اللي زيي او السيدات اللي عايزه تفتح مجال خاص بيها، او رجال الاعمال اللي عندهم مصانع، او رجال الدوله اللي شغالين في الاتجاه الاقتصادي او الاتجاه البيئي او الاتجاه الاجتماعي، لا احنا في عندنا مورد كبير لازم نستغله على الارض المصريه. في العالم شغالين في اتجاهات مختلفه، زي البايو تكنولوجي، سمارت تكستايل، الأقمشة الذكية، بدأوا أن هم يشوفوا الإنسان محتاج إيه في حياته اليومية وإزاي يطبقوه. يعني مش صديقة للبيئة وصديقة لجسم الإنسان ولا إيه؟ بالظبط كده. يعني إحنا مثلا هنا في مصر درجة الحرارة عندنا بدأت ترتفع جدا، في دول أخرى لا، بدأت تبقى ببرودة بدرجة كبيرة. فالسمارت تكستايل او الاقمشه الذكيه زي السنسورز، هم عايزين هيتر في الهدوم بالظبط كده، هي زي السنسورز، بتبدا توظف لك السوت او الايتم اللي انت لابساها دي، تحسسك بالدفى لو انت في برد، تحسسك بالبروده لو انت في حر، بشكل او باخر. دلوقتي طلع في السبورتس وير بداوا يعملوا لا، البدل بتبقى فيها كده زي موجات، وهو بيعمل الرياضه، لا هي كمان بتحفز العضلات للرياضي. فهم تعمقوا في المجال ده من 2013 بالظبط. اول دوله على فكره طبقت المجال ده كانت الصين، من 2018 بداوا يحطوا معايير للازياء الصديقه للبيئه او الصناعه الصديقه للبيئه بشكل عام، وكان اولها الاقتصاد الدائري، السيركيولر ايكونومي، ازاي نقدر نطبقه على مستوى الصناعي. من اول بقى يعني احنا عندنا دلوقتي، احنا كمجتمع مستهلك لا، يعني احنا بنعمل ايه؟ بنجيب موارد كتير، نبدا نصنع فاست فاشون بكميه كبيره، جوده اقل، ونبدا نضخ. الاقتصاد بيتاثر، والفرد نفسه بيتاثر كمستهلك. بالظبط. بداوا يعملوا ايه بقى؟ مصطلح الاقتصاد الدائري ده، ان انت تجيب جايبه تعمل تضخم. بالظبط كده. لا انت عايز بقى تبدا في السلو فاشون او الموضه البطيئه، ان انت تبدا تعمل ترشيد استهلاك للموارد بتاعتك، تطلع ايتمز يونيك فيها فاليو، قيمه مضافه، سواء في الاقمشه او في الديزاين او في الوظيفه اللي هي بتاديها. ده كان الهدف الرئيسي بقى للمبادره. ان انا اشتغلت على شقين، شق التنميه المستدامه في صناعه الازياء، والشق الثاني اللي هو بقى الخاص بتطوير وتوطين وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعه في مصر. جميل. صنع في مصر. بالظبط كده. احنا بنستورد الحرير، احنا عندنا القطن طويل التيله ده معروف يعني في العالم كله، في العالم المصري. كله تروحي اي دوله يقول لك لا، القطن ولا اجمل ولا اجود من القطن المصري كده. فده كان الشقين الاساسيين اللي خلوني اتطرق للجزء ده. الجزء الخاص بالتنميه المستدامه هيفهمه مثلا فئه الشباب، هي المبادره اوريدي بتارجت فئه الشباب والمراه والفاشن ديزاينرز والمصانع. فئه الشباب اللي هم بقى رواد الاعمال، اللي عايزين بقى يفتحوا براند ليهم كفاشن ديزاين، او عايزه افتح براند كاجوال، اللي هي اللوكال براندز اللي بنتكلم عنها. اللوكال براندز بالظبط. وفي على فكره اللوكال براندز كتير، وعلى فكره تالنت جدا جدا جدا، وفي طلبه اوريدي عندهم الموهبه، ممكن يكونوا متخرجين سواء في التخصص او لا، وبيفتحوا براندز بتبقى تحفه يعني. وعلى فكره الفينيشنج تحفه والماتيريال تحفه، وفعلا حاجات تنافس فعلا بره مصر. بالظبط. فهو ده اللي المبادره اساسها احنا شغالين عليه. التارجت بتاعي ورواد الاعمال، المبادره برعايه اكاديميه البحث العلمي وفد صناعات النسجيه.
احنا حاليا بنعد برنامج لرياده الاعمال للطلبه او لفئه الشباب اللي حابين يفتحوا علامات تجاريه، يفتحوا تبقى علامات تجاريه مستدامه يطبق فيها بقى التحول الرقمي، يطبق فيها الاقتصاد الدائري، يطبق فيها السستينبل فابريكس او الاقمشه الصديقه للبيئه. مين احنا؟ انت مين معاك؟ مين بيساعدك؟ مين يعني مين ايده بايدك في صنع في مصر؟ بصي، هي البدايه خالص طبعا يعني انا حابه اشكر زوجي، لان هو يعني اول شخص كان داعم ليا. شكرا لك. احنا مجهول انت بنحييك بجد. والله برافو يعني بجد بجد نموذج يحتذى بيه. لا، هو فعلا كان اول داعم ليا، يعني من اول ما كانت موهبه عندي. لا، هو خلاني انتبه ليها واكبرها واشتغل عليها يعني. طبعا يعني بعد الخلفه بقى طبعا عندي بنوتي برضو، فبتبقى الدنيا صعبه بقى زي اي ست. بتبقى عندها بقى التزامات في البيت، التزامات في الشغل، فاللي هو بقى في شغل اضافي بقى شغفك وحياتك. لا، بس هو كان داعم كبير ليا يعني. طب ازاي قدرتي توفقي؟ علشان بس احنا برضو ايه، كان دي خناقه بيننا قبل كده انا ونور، انه ازاي قدرتي توفقي بين شغلك بره وشغفك وشغل البيت وجوزك واولادك والكلام ده؟ قولي لنا حاجه او حاجتين ازاي الستات تقدر تعملها. لا، هو الست في بيتها يعني ليها التزامات، هي غصب عنها بتتحط فيها، بس لو انت بتعمليها بحب وانت بتعمليها وانت راضيه، لا هتبقى دي بالنسبة لك هي اللي بتديكي الطاقة عشان تقدري تطلعي بره بقى وتعملي خطوات وتقفي كده، تبقي يعني قادرة ان انت تقفي وتاخدي قرارات وتبقي قد اي تحدي انت بتمر بيه. مش اللي هو هيجي من البيت. انا هعمل كل ده امتى؟ بالظبط. وانا الدنيا متطربقة فوق دماغي ومش عارفة، انا مش عارفة اكمل والله، لا انا لما هدومي وسايبالكوا البيت. لا لا، اعرفي الطريق بره. بس فدي ده كان اول شخص داعم ليا. طبعا احنا في مؤتمر التدشين، يعني انا قبل مؤتمر تدشين المبادره اللي كان في مارس الماضي، قعدت فتره كبيره لما عملت دراسه المبادره بدات اشوف الجهات. لا، انا عايزه المبادره تبقى على مستوى الدوله كلها. الفئات اللي بتضم صناعه النسيج، يعني احنا عندنا الجزء البحث العلمي والجزء الخاص بالصناعة نفسها والجزء الخاص بالفاشن ديزاينرز أو اللي هي العلامات التجارية. فأنا كان هدفي أن أنا أوصل الفكر لأكتر من جهة أو من أكتر من مكان في مصر، بحيث أن هم طبعا هم يعني أساتذة كبار وليهم فكر وليهم خبرة كبيرة. الخبرة بتدعم الموهبة، يعني أي طبعا. شاب ما بيقدرش أن هو يكمل لوحده، لا الخبرة طبعا بتدعمه. دي كانت البداية. أنا فترة طويلة اشتغلت لوحدي، ولكن بدأت يبقى عندي فريق عمل كلنا شغالين إن احنا نعمل دراسات ونطلع. انتي بتعملي ايه دلوقتي كفاشن؟ كفاشن أنا اوريدي عندي البراند بتاعتي سواري زفاف، لأن أنا اوريدي متحمسة أكتر للجزء ده مش للكاجوال. ولكن لما بدات اؤمن بفكر الازياء المستدامه وان انا القطعه اللي بلبسها او اللي بعملها لحد غيري دي هتاثر على العالم وعلى البلد اللي انا فيها وعلى صحتنا احنا اوريدي، لا بدات اعيد حساباتي اكتر. ان انا عندي رساله انا عايزه اوصلها، مش لمجرد ان انا اعمل ايتم. طب هتعملي فستان سواريه بالطريقه المستدامه ازاي؟ انا اوريدي في يعني كلميني كده عملي. اوكي، في ماتيريال 3D برينتنج ده اوريدي مصنوع من نشا الذره. ده بيبقى فليمنت بكره كده، هو اوريدي بيستخدم في مشاريع التخرج. ده قماش؟ لا، ما هو انا هقول لحضرتك دلوقتي. احنا دلوقتي الاقمشه الصديقه للبيئه ليها كذا اتجاه. تمام. يعني احنا عندنا الاورجانيك كوتون، القطن العضوي، عندنا الريسايكلد بولي استر، عندنا الريسايكل بقى والريوز والريديزاين، اللي هي الحاجات اللي كانت قديمه عندنا مش هنرميها، هنعملها من اول وجديد. بالظبط كده. او ان انا بقى ابتكر فاطلع اقمشه من موارد حواليا صديقه للبيئه ما تاثرش على صحه زي الانسان. زي ايه بقى؟ زي بقى ال 3D برينتنج اللي انا بقول لحضرتك عليها دي على مستوى الشخصي. يعني انت السؤال الطباعه ثلاثيه الابعاد. الطباعه ثلاثيه الابعاد دي اوريدي بتتكون من ماده نشا الذره، ماده وبتبقى بلاستيك، بتتحول لبلاستيك عن طريق الحراره. بيعاد تدويرها. وفي فاشن ديزاينر عالميه اسمها ايروس فان. نشا الذره
نشا الذره مش هناكله انا هنلبسه لا ما هو هيتلبس انا هقول لحضرتك ليه طريقه اكيد يعني المصانع بتعملها لا بقى. مش للمصانع انت سالتيني بشكل شخصي انا فين دلوقتي عندك ايوه الماتيريال ده اللي عايزه فانا الماتيريال دي شغاله عليها كولكشن حلو قوي وفي اوريدي فاشن ديزاينر عالميه احنا معانا صور ايروس فان ايه الصور دي هو ده ال 3 دي لا ده الذكاء الاصطناعي ده التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي دي ديزاينز انا عملتها بالذكاء الاصطناعي وانا عايزه اقول ان الذكاء الاصطناعي مش بيعوض وظيفه الفاشن ديزاينر لا هو مساعد للفاشن ديزاينر مش اكتر طبعا لكن لازم الفاشن ديزاينر يبقى عنده البذرة او المقومات وعنده الادوات اللي يقدر ينفذ بيها المشروع ده كمان ذكاء اصطناعي ولا دي ماتيريالز دي ذكاء اصطناعي برضو انا بختار له بصي هو بيكون انت بتدخلي له الماتيريالز بتدخلي له انت كل اللي انت في دماغك كانك بتعملي سكتشنج بالظبط وهو بيقدر يوظفه لك ويطلعه لك على شكل سكتش طيب يا تسنيم انا عايز اسالك بصراحه يعني فكره انه في انواع من الاقمشه جديده او مختلفه صديقه للبيئه وحاجات ممكن من المواد العضويه ان هي يعني تبقى ما تبقاش مؤذيه او كده او حاجات تستحمل الحراره كل الحاجات دي هتبقى جديده علينا يمكن اكيد ناس كتير قوي 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 ما استخدمتهاش او ما شافتهاش بالظبط هتبقى عامله زي الحاجات اللي احنا بنلبسها يعني بتبقى يعني هتبقى ناشفه طريه هتبقى بتتقطع بسهوله نشا الذره تنفع محجبات لا يعني الجزء ال 3 دي برينتنج ده على مستوى شخصي انا اوريدي شغاله عليه ككولكشن هتبقى كمان لتنشيط السياحه هي بتبقى فانتازيا شويه يعني دريسز كوتور اي ماشي دي الديزاينز كوتور يعني عجله كاربت كده بالظبط فيستيفالز وحاجات لكن على المستوى بقى المبادره اللي بتعملوا ايه؟ احنا بنقول احنا عندنا القطن العضوي واحنا بنستورد الحرير، طب الحرير ده بيجي منين؟ الحرير ده بيجي من شجر التوت وبناخد ورق الشجر التوت بتبدأ تتقس تطلع الغزل بتاعها وتطلع كمان مواد اخرى بحيث ان هي يطلع منها غزل الحرير، احنا هنا في مصر مش بنزرع شجر التوت بشكل كبير احنا من المشاريع المستدامه عندنا داخل المبادره اللي احنا بننشر الوعي بيها ان يتم زراعه شجر التوت بشكل اكبر على المساحات الزراعيه اللي موجوده في مصر والتوت يكتر كمان توت جميل جدا اساسا طبعاً كفاكهه وكحاجه مفيده هو الدوره الانتاجيه بتاعته كلها يقدر يستخدمها كذا شخص بكذا مورد يعني يقدر يكون يخش في الصناعات الغذائيه زي المربى زي ما انت قلتي كده والجزء الثاني ممكن يخش في الادوات الطبيه مستحضرات التجميل والكلام ده والغزل بقى لما هيطلع نبدا نستخدمه هو اوريدي سستينبل يعني القطن العضوي بيتم زراعته من ما اولا ما بيستخدمش فيه المواد الكيميائيه المبيدات الكيميائيه ما بتستخدمش فيه بيستخدم ميه اقل بيطلع بيكون اورجانيك زي الاكل كده طلعت فتره الاكل اورجانيك كلنا هو بيتزرع كيماوي عادي هيلسي هيلسي بس احنا معتمدين اكتر على القطن طويل التيله ولكن احنا في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها لا محتاجين ندخل سلاسل امداد احنا محتاجين والله فعلا كل حاجه بالظبط اللي نقدر نعمله نعمله وده الهدف الرئيسي للمبادره ان احنا ننشر الوعي نبدا نطبق مشاريع على ارض الواقع واحنا اوريدي خلال الفتره اللي فاتت عملنا اكتر من ورك شوب عن الازياء المستدامه واعاده التدوير وكنا عاملين ملتقى الازياء المستدامه المصريه كان في احدى الجامعات كان في يوم البيئة العالمي وكان حاضر كانت مشاركة معنا محافظة القاهرة مشروع القاهرة ومدينة إبداعية لليونسكو وكان حاضر معنا أكتر من جهة وأكاديمية البحث العلمي كانت راعية للملتقى ده والمجلس القومي للمرأة كان حاضر كان الهدف ايه من الملتقى ده؟ الملتقى ده وضح يعني كان عبارة هو كان بالتعاون مع حاضنة اعمال الجامعة دي يعني كان بيهدف لايه؟ كان هدفه ان احنا نطلع ان في مجهود معمول اوريدي في الجامعات الحاضنين دي تبع الأكاديمية البحث العلمي وكانوا عاملين شغل حلو جدا عن الريسايكل والريوز كانوا عاملين توظيف إعادة توظيف للجينز جميل وبدأوا إن هم يوظفوا حتى هناك الدكاترة والمتخصصين اوريدي عندهم الفكر كسستينبل يعني عموما
بس الهدف اللي انا عايزه اوصله ان السستينبل فاشن مش بس على مستوى الشباب او الفاشن ديزاينرز وكده، لا احنا محتاجين كصناعه نتجه للاستدامه في طرق التصنيع بتاعتنا، سواء من ترشيد الاستهلاك للميه، أيوة. في عمليه الصباغه للالوان الاقمشه بالظبط، او في المواد المستخدمه. يعني هي فعلا فكره جميله جدا جدا، بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق، وبنشكرك على وجودك معانا النهارده. وللاسف فقرتنا خلصت، أنا بس ان شاء الله كلنا لقاءات النهارده، وميرسي ميرسي جدا جدا مشاهدينا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، استنونا بكرة في نفس الميعاد في انتي على اي تي سي. باي باي.